السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم محمود احمد واهلا بيكم في كورس بايثون 3 ماي اس في الكورس ده ان شاء الله هحاول ان انا ابسط لك ان ازاي تتعامل مع Database او تنجز الداتابيز Operations بتاعتك باستخدام بايثون واحده من اهم الحاجات اللي انت محتاج تتعلمها دايما لو انت شغال كودنج هي انك تعرف تتعامل مع الداتابيز الكورس مش ريليتيد Database يعني مش 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 هنتعامل مع الحاجات اللي هي Advanced في لكن هنعرف نحلل Daily يوز operations بالبايثون يعني الحاجات اللي انت بتستخدمها يومي زي الانسرت والابديت والديليت بس طبعا مش هنعمل الحاجات البسيطه بس لا نشوف حاجات ادفانسد فيها ونشوف ازاي بنتعامل مع الايمجز وكله بحساب ان انت تعرف تهندل كل حاجه من كود بايثون كورس مهم جدا لو انت مهتم بالديسكتوب عشان خاطر لو انت مهتم بالديسكتوب فكل شغلك يعتبر عليه طيب تعالى نبص كده على الاوت لاين بتاع الكورس ونشوف الكورس هناخد ايه فيه ايه بالظبط واحده واحده بغض النظر ان ده الديمو الاولاني الكورس في بعض الحاجات اللي هتتضاف بعد كده ادفانسد بس مش هنخوض فيها دلوقتي طيب اول حاجه خالص هنتكلم عن بعض النوتس الخاصه بالكورس اللي هي خاصه بالسلايدز بحساب لو انت بتذاكر الكورس من ورايا وبتسجل في نوت او في ورق ففي بعض الحاجات لو اللي اقول لك خد بالك منها في السلايدز بتاعتي الحاجات دي سجلها عندك في نوتس بحساب انك تبقى عارفها بعد كده بعد كده هنتكلم عن الانستليشن نوتس ماي اس كيو او كونكتور او الخاصه بالماي اس لما بتيجي تسطبها في اغلب الاحيان بتفشل في التسطيب وبتعمل مشاكل كتير عشان في بعض الملحوظات اللي انت ممكن ما تكونش واخد بالك منها فهنتكلم عن بعض الملحوظات دي واللي لازم تكون متوفره فعليا في جهازك عشان خاطر المكتبه تسطب معاك بامان وبعد كده هنبدا نشوف اكتر من ترى زي نعمل لها انستول بيها وبعدين هنشوف الماي اس كيو فيرجنز النسخ اللي موجوده فيه وكل نسخه منهم بتسبورت اصدار ايه من ماي سكيل وبتسبورت كمان اصدار ايه من بايثون بس لو مكتبه منهم عملت معاك مشكله تتأكد هل هي مطابقه او شغاله كومباتبل مع الفيرجن بتاع بايثون اللي عندك والماي سكيل ولا لا وبعدين هنشوف ازاي بنعرف نعمل انستول للماي سكيل كوندكتور طبعا انا هستخدم البيب لانها يعتبر افضل طريقه وهنشوف لو انت جيت سطبه البيب وحصل معاك مشكله ايه ازاي هتتعامل معاه بحساب ان انت تتخطى المشكله دي وبعدين عشان اغلب الناس شغاله ويندوز فهنشوف ازاي نعرف نعمل لها انستول على ويندوز عن طريق ان انا احمل zip او التار فايل وبعمل extract اكستراكت وبدخل بعمل له عادي طيب بعد ما اخلص مرحله التسطيب هنيجي للمرحله المهمه ازاي اقدر اعمل connect على الداتابيز في ايه هي البرومترز او الحاجات اللي انا محتاجه اكون عارفها علشان اكونكت على الداتابيز وازاي بعمل كونكت وبعدين هنشوف ازاي اقدر ان انا database الداتابيز وكريت جواها تيبلز عن طريق بايثون code بعد ما كريتنا الداتابيز خلاص وكريتنا التيبلز بتاعتنا عاوزين نبدا نشوف ازاي اقدر insert data الداتا دي ممكن تكون عبارة عن صف واحد وممكن تكون لستة من الصفوف مليانة داتا فنشوف ازاي اقدر انفذ الاتنين اقدر insert داتا وانسرت صف مليان داتا او لستة مليانة داتا وبعد كده هنيجي للأوبريشن المهمة وهي حتة retrieve داتا وازاي انا اقدر استرجع المعلومات بتاعتي فنشوف ازاي اقدر استرجع معلومة واحدة بالفيتش 1 ازاي اقدر استرجع كل المعلومات اللي انا عاوزها بالفيتش all ازاي اقدر افلتر الداتا اللي جايه بناء على شرط او اكتر من شرط ازاي استخدم Wildcard كارد كاركترز اللي هو زي اللايك وغيرها عشان اقدر ان انا اجيب حاجه شبه النتيجه اللي انا عاوزها من زي قوي وده الحاجات اللي بتستخدم في السيرش ازاي ان انا اقدر افلتر بناء على يوزر انبوت يعني اليوزر يدخل قيمه وبعد كده انا اخده وافلتر على الداتا ازاي اقدر اعمل سورت للنتيجه اللي راجعه من الداتا عن طريق الاوردر باي تصاعدي او تنازلي زي ما انا عاوز ازاي اقدر اليميت النتيجه اللي جايه زي ما انا عاوز وازاي استخدم الاوفست مع النتيجه دي عشان ارجع الحاجات اللي انا عاوزها بالظبط وبعدين هنتنقل لحته الابديت ريكوردز وهنشوف ازاي اقدر ابديت على الداتابيز وازاي ابديت على تيبل وبعد كده هنشوف ازاي اقدر ادروب لتيبل أو, او امسح تيبل او امسح داتابيز هنمشي خطوه بخطوه في الكورس لو في اي مشكله عندك في تسيبها تحت في الكومنتس هنرد عليها كلها أه الاجزاء اللي جايه بعد كده هنشوف ازاي نتعامل مع images ودي لسه تنزل بعد فتره اتمنى الكورس يكون كويس للناس لو في اي مشكله او في اي اقتراحات او حاجه معينه انت حابب ان احنا نهندلها ببايثون في الـ MySQL database سيبها في الكومنتس وانا هسجل لك لها فيديو وانا ملحق بالكورس لو في استفسار زي ما قلت سيبه في الكومنتس متنساش تضغط اشتراك للقناه اشوفكم ان شاء الله رب العالمين في الكورس كان معاكم محمود احمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معاكم محمود احمد اهلا بيكم في اول فيديو من كورس بايثون MySQL في الكورس ده ان شاء الله هنحاول ان احنا نهندل كل الاوبريشنز اللي انت كنت بتعملها على الداتابيز اللي هي الـ ولكن عن طريق بايثون كود. بعد المقدمه خلينا دلوقتي ندخل ونشوف ايه اللي انا محتاج اعرفه او ايه الاوت لاين بتاع الكورس وبعض النوتس اللي انت تاخد بالك منها اول حاجه خالص في بعض الملاحظات اللي هتلاقيها في السلايدز او في الـ في الباوربوينت اللي انا بستخدمه اول حاجه ان الاورنج فونت لو انت عندك خط لونه برتقاني فتبقى دي حاجه مهمه فلو انت بتذاكر وبتكتب نوتس فالحاجه اللي انا مدونها باللون البرتقاني دي انت تكتبها نوتس معاك لانها حاجه مهمه الحاجه اللي بتبقى مكتوبه باللون الاحمر اللي هي فونت اللي هو نفس اللون ده فدي معناها ان الحته دي هيطلع فيها ايرور فيا اما لو انت ما هندلتش الحته دي هيبقى في ايرور او يبقى او هنا محتمل يبقى فيه ايرور واقول لك ايه الايرور هتلاقيه مكتوب باللون رح اي كومنت موجود في الكود بيوضح حاجه معينه هتلاقيه موجود باللون اللي هو الاصفر شويه ده تمام لو انت عندك اي استفسار في اي درس من الدروس اللي لسه هتيجي او اي استفسار لاي فيديو على القناه كل اللي عليك انك تسيب السؤال في الكومنت بتاع الفيديو وانا هرد عليه انا بحاول ارد على الاغلب كام ممكن من الاسئله بس هشضغط لايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان خاطر يوصلك كل الجديد طيب خلينا نبدا اول حاجه خالص ونتكلم عن الماي اس كيو اول حاجه نعرفها عشان ابدا اتعامل مع الماي اس او هاندل ال الاوبريشنز اللي بتتم في الداتابيز بتاعتي باستخدام بايثون هو ايه المكتبه اللي انا هستخدمها طبعا ماي اس كي ال كداتا وعند بايثون كلغه برمجه فعشان الاثنين يعملوا كونكت او يتصلوا ببعض فمحتاج حاجه ميدل وير او حاجه بسيط وسيط ما بينهم فدي بتبقى مكتبه طبعا كل يعني مثلا سواء ماي اس كيل او بوستر او مونجو دي بيبقى فيه اكتر من لايبراري بتمكنني ان انا اعمل الحاجه ولكن بيبقى فيه اللايبراري الاساسيه بتاع الداتا ال ال بيز نفسه طيب في عنده ماي اس كيل كونكتور وده تعتبر افضل باكج او افضل لايبراري موجوده عشان بايثون تقدر تهندل اوبريشنز بتاع ماي اس كيل وده اول حاجه لانها اصلا اللايبراري نفسها مكتوبه بايثون وتاني حاجه لانها اوفيشال سبورتد باي اوركل وتالت حاجه ان هي اصلا كومباتبل مع بايثون 3 ودي بتعتبر حاجه كويسه جدا لان اي حد بيسمعني شغال بايثون 2 فده ما عادش ينفع بايثون 2 خلاص ما بقتش سبورتد ما بقتش مدعومه ولازم تشتغل بايثون 3 بايثون 3 اصلا موجوده من سنه 2008 يعني بقى لها 12 سنه فما ينفعش انت تفضل شغال بايثون 2 طيب تعالوا نشوف ازاي اقدر اسطب الماي اس كي ويل كونكتور عايز اقول لك ان لو انت ما عرفتش تسطب نايس سيجل كونكتور مع ان احنا هنتكلم كتير عن تسطيب فما تقلقش كده كده اي حاجه آه في لايبرز كتير تقدر تستخدمها وهتادي نفس الغرض يعني هتكتب نفس الاوامر اللي انا بكتبها تاني حاجه ان احنا هنهندل الحته دي وان شاء الله مش هيحصل لك ايرور اول حاجه خالص في بعض الملحوظات عن التسطيب قبل ما نبدا نسطب عشان انت تبقى واخد بالك منها اول حاجه خالص ان البايسون المايس سكيل كونكتور لازم تكون بايثون مضاف عندك في الباث او المسار بتاع التسطيب فلو انت بتسطب بايثون او لو انت ظابط الباث بتاعك في نظام التشغيل بتاعك فكده الماي هو النكتر بنسبه كبيره جدا تشتغل طب انا اعرف ازاي ان الباث او المسار ده متفعل عندي او مظبوط عندي؟ هتفتح لو انت شغال ويندوز هتفتح السي ام دي وهتكتب بي واي مسافه داش 3 3 وتشوف هل هي هل بايسون هتفتح معاك ولا لا؟ لو انت شغال يونكس او لينكس يعني ماك او لينكس فهتكتب بايثون بس وتشوف هل بايثون هتفتح معاك ولا لا. ففي كلتا الحالتين سواء انت ويندوز او لينكس او ماك لو انت كتبت بايثون وفتحت معاك يبقى كده المسار مظبوط معاك لو هو مش مظبوط فيحتاج ان انت تعمل له تعمل له اد للباث ده فلو انت عندك مشكله في الباث سيبها في الكومنتس وانا اقول لك انا هحط لك انا لينك بوست انا كاتبه فيه كل حاجه هتلاقيه طبعا موجود في الديسكربشن بحساب لو انت عندك اي مشكله موجوده معاك في المسار طيب دلوقتي لو انا خلاص المثار عندي موجود فمحتاج اعمل ايه؟ محتاج ابدا بقى اسطب اللايبرري. اللايبرري لها اكتر من طريقه ان انا اسطبها. المي... ما يسكل ال النكتور لها ملف اصلا اي سي ممكن تجيبه تسطبه عادي على حسب اصدار بايثون لو انت شغال ويندوز. ولو انت شغال لينكس او ماك ففي اللي هو الزب او التور فايل تقدر تجيبه وتسطبه ولكن دول الاثنين مش المفضلين بالنسبه لي ولكن طبقة هي الطريقه الافضل ان انا استخدم البيب فاكتب بيب انستول ماي اس كيو ال بايثون عشان خاطر اسطب اللايبرري طب تعال نشوف قبل ما تبدا تثبت لايبراري انت لازم تبقى عارف انت هتستخدم لايبراري ايه يعني انهي اصدار من ماي اس connector ينفع بيسبورت اصدار ايه من بايثون وبيسبورت اصدار ايه من ماي اس في الجدول البسيط ده انا بوضح لك انا الاصدار بتاع الماي اس ال بحساب ان انت تشوف المكتبه اللي سطبت عندك اصدار كام وتشوف هل المكتبه دي بتسبورت نسخ ايه من ماي اس السيرفر ونسخ ايه كمان من بايثون عشان لو انت بتستخدم اصدار مختلف ممكن ما تلاقيش موجوده طبعا الجدول ده هتلاقيه موجود على الويب سايت تقدر تسيرش عليه في جوجل بسيط بحسب ان انت لو انت سمعت الفيديو مثلا في اصدارات اعلى من بايثون او من ماي سيكيول كونكتور تبقى انت عارف هل هي بتسبورت النسخه اللي عندك من ماي سيكيول او بتسبورت النسخه اللي عندك من بايثون طيب نيجي بقى نسطب طيب عشان نسطب الموضوع بسيط خالص سواء انا شغال ويندوز او لينكس او ماك فهو نفس الامر بيب انستول ماي سيكيول كونكتور بايثون تاخد بالك قوي ان انت لو شغال بايثون 3 وعندك اصدار تاني يعني عندك اصدار تاني على نظام التشغيل اللي هو بايثون 2 زي زي توزيعات لينكس وماك بيبقى دايما اصدار بايثون 2 لازال جزء من نظام التشغيل مع ان هو بقى جزء بسيط جدا واغلب نظام التشغيل مبني ببايثون 3. فلو انت عندك بايثون 2 وبايثون 3 فانت كلمه بيب دي هتخليها بيب 3 اللي هي بيب 3. انستول ماي اس كيلي كونكتور بايثون عشان يسطب لايبرري. وطبعا مقارنه بالجدول اللي فات اللي احنا شفناه فلو انت عاوز تسطب اصدار معين من اللايبرري عشان يبقى مدعوم من بايثون ومن اصدار الماي اس كيو ال سيرفر بتاعك فانت هتكتب بيب انستول ماي اس كيو ال كونكتور بايثون وتقول له يساوي يساوي وتعطوله له الاصدار اللي انت عاوزه يسطبه وقتها البيب هيسطب لك الاصدار ده بس من اللايبرري طيب تعالى دلوقتي قبل ما نشوف الفيل انا هفتح التيرمينال بتاعي ولو لاحظت هتلاقيني اصلا كنت لسه مسطب الماي اس كيو ال فكاتب اهو بيب 3 عشان انا شغال ش... كاتب شايف لو لاحظت انا كتبت بايثون ففتح لي بايثون 8 فكده انا اتاكدت ان البايثون شغال معايا في المسار بتاعي وبعد كده كتبت بيب 3 انستول ماي اس كيو بايثون فعمل اهو عمل كولكتنج لللايبرز اللي هو محتاجها وعمل لهم انستول وقال لك في الاخر سكسسفول انستولد وجايب لك الثلاثه لايبرري منهم اللي احنا عاوزينها ماي اس كيو بايثون ودي النسخه اللي احنا عاوزينها فكده تبقى مسطبه معايا طيب هعمل كلير وأظهر لك الأمر تاني بحساب إن أنت تبقى عارفه الأمر هو pip3 mysql connector بايثون تمام طيب بس عشان يبقى واضح على الشاشة بغض النظر إن إحنا هنضيفه يعني أو هو ده تمام طبعا هيقول لي إن الباكج موجودة طيب دلوقتي لو الانستول بتاعك ده فشل وفي اغلب المرات بيبقى ان هو نفس الايرور اللي هيظهر لك دلوقتي اللي هو ال SSL Certificate Verify Field ان يعني مش عارف ي Verify ال SSL Certificate بتاعته فالموضوع بسيط خالص انت عاوز تقول له يعمل لي اجنور للحتة دي عشان خاطر library تستطب فتكتب الامر ده بيب داش ام انستول بعد كده Trusted Host باي باي اللي هو الويب سايت الخاص بالباكج الخاصة ببايثون دوت اورك تراستد هوست وبتكتب نفس الامر ده كله تحس الامر كبير فانا عشان كده هسيبه لك في الكومنتس بس ساب ان انت Uh, لو غلطت فيها او اي حاجه تعرف تجيبه في الديسكربشن قصدي بتاع الفيديو بحيث تعرف ترجع له في اي وقت فلو انت ظهر لك المشكله بتاع الاس اس ال سيرتيفيكت فيرفاي فيلد تعرف تسطبها عن طريق الامر ده وهتسطب معاك عادي فيبقى احنا دلوقتي لازم تتاكد ان مسار بايثون متفعل عندك وبعد كده عندك من اكتر من طريقه تسطبه يا اما تور او او زيب فايل يا اما لو انت على ويندوز في اي اكس فايل ملف تسطيب يا اما بتستخدم البيب فعشان اسطبها من بيب بشوف لو انا شغال بايثون 3 وده طبعا بنسبه كبيره هيكون شغال بايثون 3 فهتكتب بيب سري انستول الماي اس كيو كونكتور بايثون وهتسطب معاك لو حصل لك المشكله بتاع الاس اس ال سيرتيفيكت هتسطبها عن طريق الامر ده يبقى احنا كده بنسبه كبيره جدا اللايبراري سطبت معاك تمام طيب لو انا بقى عايز اسطب اللايبراري دي عن طريق زب او تور فايل انا عندي الملف بقى جبت الملف مضغوط وعايز اسطب اعمل ايه؟ هتدخل طبعا تحمل ملف وتعمل له انزبت وتعمل له او, أو تعمل له اكستراكت وتطلع الفولدر، تدخل جوه الفولدر عادي بالويندوز سي دي وبعد كده الـ ماي سي كونكتور تدخل جوه الفولدر، وبعدين تكتب بايثون بعد كده سيت اب بوي انستول، بس طبعا خليك فاكر ان لازم يكون برضو المسار بتاعك شغال لان بايثون مش هيشتغل في السي ام دي الا لو كان الباث او المسار بتاعك متفعل. تمام؟ يبقى انت دلوقتي هتحمل الملف المضغوط تفك ضغطه وتدخل جواه بالسي ام دي وتكتب ماي وتكتب بايثون سيت دوت بي واي انستول فيعمل انستول لللايبرري عندك طيب كده يبقى احنا خلاص هندلنا ال اغلب السيناريوهات اللي ممكن تحصل لو انت عاوز تسطب لايبرري وكده بنسبه كبيره جدا بنسبه 99% ان شاء الله اللايبرري هتسطب عندك فيش اي مشكله طب لو حصل اي مشاكل عادي خالص سيبها في الكومنتس وانا هدخل ارد لك عليها او لو انت بتفتح الجروب بتاعي على الفيسبوك هتلاقي في الوصف لو بايثون كوميونتي. انشر بوست بالإرور بس طبعا يكون في سكرين شوت ومنشن لي هتلاقيني دايما معاك الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن كونكتنج تو the بيز هنشوف ازاي بنعرف نكتب كود بايثون الكود ده يروح يكونكت على الداتا بيز وهنشوف كمان الاليه بتاع ازاي انا بتصل بالداتا بيز وايه الحاجات اللي انا محتاج ابصيها على الداتا عشان تشتغل ونشوف ازاي اقدر كاري الداتا بيز وكري ال وما الى ذلك ما تضغط سبسكرايب في القناه تضغط لايك like للفيديو لو عندك اي استفسار سيبه في الكومنتس واستنونا الفيديو الجاي كان معاكم محمود احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود أحمد الفيديو اللي فات شفنا خلاص المقدمة بتاع ازاي اقدر انستول الماي سكيل كونكتور عندي على الجهاز بتاعي تعالى الفيديو ده نبدأ نتكلم ازاي اقدر اعمل كونكشن او اعمل كونكت على بيس اول حاجة خالص عشان اعمل كونكت على بيس في بعض الارجيومنتس او بعض المتغيرات اللي انا محتاج ابصيها للماي سكيل وانا بعمل اتصال واما اربعة اول حاجة خالص اليوزر نيم اليوزر نيم بتاع الداتا بيس ايه اللي انا راح اكونكت عليها تاني حاجه الباسورد بتاعها يبقى انا معايا اليوزر نيم والباسورد ومعايا الهوست نيم وده السيرفر اللي انا هروح اكونكت عليه واللي طبعا بيكون الاي بي ادرس وبعد كده معايا طبعا الداتابيز نيم هتقول لي طب لو انا رايح اعمل كونكت عشان اكريت داتابيز فده انت مش لازم تباصيه بس لو انت رحت كونكت على داتابيز معينه عشان تنفذ عليه اوبريشنز فلازم انت تباصي اسم الداتابيز طيب ايه الستبس او ايه الخطوات اللي انا هحتاج اعملها عشان اكونكت على الداتابيز تعالوا نقول الاول نشوف السيناريو وبعد كده نعمل احنا نتصل اول حاجه خالص هستخدم ال MySQL connector فيها ميثود اسمها connect هستخدمها عشان اروح اكونكت على الداتابيس الكونكت دي بتاخد من الباراميترز اللي احنا قلنا عليهم اللي هم اليوزر نيم والباسورد والهوست والداتابيز نيم اسم الداتابيس بتاعتي كده خلاص اروح اعمل كونكت فلما بعمل كونكت ببدا اكريت كونكشن اوبجكت وده اللي هو عباره عن كون كيرسر فكريت كيرسر بيني وبين الداتابيس لما كريت الكيرسر بيني وبين الداتابيس الكيرسر ده ليه ميثود اسمها اكسكيوت دي اللي انا ببص لها كل الكويريز بتاعتي وتاخد بالك جدا ان انا جوه الاكسكيوت دي هكتب كل الكويريز الخاصه بالسيكوال اللي انا اصلا كنت بكتبها في الـ في الماي سيكوال نفسه يعني انا لما بفتح الماي سيكوال ورك بنش واكتب اوامر جواها فالاوامر او الكويريز دي هتتنفذ هنا ما بين القوسين بتاع الاكسكيوت انفذ كل اللي انا عاوزه ولو انا العمليه بتاعتي وركز معايا قوي لو انا العمليه بتاعتي هتعدل حاجه على الداتا بيز فلازم انا اعمل كوميت بعد كل عمليه يعني لو انا بضيف حاجه او بعدل حاجه او بمسح حاجه فلازم بعد ما اعمل كيرشر دوت اعمل كونكشن دوت كوميت ااكد العمليه دي ان هي تمت طيب بعد ما بخلص كل العمليات اللي انا عملتها على الداتابيز وبخلص كل شغلي بعمل بقفل الكونكشن ما بينه عن طريق الكيرشر دوت كلوز اللي هي الميثود دي عشان اقفل الكونكشن خالص بينه وبين الداتابيز وبعد كده لو حصل اي ايرور بعمل له كاتش وخلاص ان لو في اي ايرور حصل ما بين الاتصال او ما بين تنفيذ عمليه معينة اعمل له كاتش تمام طيب تعالوا نشوف مثال المثال البسيط اهو انا امبورت مايسكيل كونكتور بالكونكتور وبعد كده ايه هكريت انا اوبجيكت اهو من كيل عشان خاطر اكونكت بيه تمام طيب في الاوبجيكت ده كل الفكره فيه ان انا هكريت الأوبجكت اهو الأوبجكت ده كل الفكره فيه ان انا هبص المعلومات بتاعت الهوست ده الهوست ترين اللي هو اللوكال هوست بقول له اليوزر نيم ببص له اليوزر نيم بتاع ال database ببص له الباسورد بتاع ال database عادي خالص. وبعد كده بكريت كرشر اهو عشان الكرشر ده اللي هيخليني ان انا انفذ العمليات على ال database انفذ عمليه معينه وبعد كده بستخدم الميثود اللي اسمها execute اللي موجوده جوه الكرشر وبعطي له هنا الكويري وده الكويري طبعا اللي بيبقى اللي احنا زي ما قلنا قبل كده بيتنفذ جوه ال database نفسه. حلو؟ طيب. هتقول لي هنا احنا ما بصناش اسم database، اقول لك احنا بنعمل كونكت على database ولسه اصلا ما كريتناش حاجه، فلو انت مش رحت يعني انت رحت كونكت على my sql نفسها فوقتها مش لازم تضيف اسم database لانك ممكن تكون لسه رحت كريت database، لكن لو انا خلاص كريت database وعاوز بقى انفذ عليه اوبريشنز اضيف واعدل وامسح في وقتها لازم ابص هنا ال database طيب تعال نجرب ده كده. باختصار بسيط انا هفتح هنا اروح للتوتوريالز تمام هكريت فولدر جديد طبعا امسح بس هكريت انا فولدر جديد هنا وأسميه بايثون داش او مسافه عادي ماي اس كيو تمام وبعدين اجي بس انا اعمل حاجه كده بحسب ان انا افتح التيرمينال في الفولدر ده بس كده لو انت لاحظت انا فتحت التيرمينال بتاعي في البايثون ماي اس كيو لو عملت ال اس مفيش اي ملفات خالص حلو عاوز اعمل ايه هفتح الفي اس كود في الفولدر ده فتح الفي اس كود اهو في الفولدر بتاعي خالص مفيش اي مشكله هعمل ايه هكريت فايل جديد اهو واسميه connect to db dot by فكريت الملف اهو عشان خاطر اعمل كونكت بتاع الداتابيس لحظه في البال الحاجات الكتير دي لو لاحظت طبعا هتلاقي هنا الملف اتكريت كونكت تو تو دي بي هنزل بقى ده تحت وتعالى نكبر الفونت كده حلو محتاج اعمل ايه بقى محتاج دلوقتي اروح اتصل على الداتابيس اول حاجه اعملها هعمل امبورت للماي سيكول دوت كونيكتور حلو مفيش عندي اي مشكله خالص عملت امبورت ليه الناس طبعا الهنس اللي تحت تيجي تحت دي بس هبشوفها بعدين خلاص انا كده عملت امبورت لللايبراري اللي هي الماي محتاج اعمل ايه محتاج دلوقتي بقى اروح اتصل بالداتابيز فباختصار بسيط هقول الماي دي بي او الماي كون اللي هي كونكشن هتساوي الماي سكيل دوت كونكتور وبعد كده ابصل هنا المعلومات اللي انا هروح اتصل بيها اول حاجه خالص اقول له الهوست بتساوي بقول له هنا اللوكال هوست حلو تمام وبعدين هاجي بعد كده اقول له اليوزر هتساوي ومحتاجه بصول هنا اليوزر نيم بتاعي اللي هو روت تقريبا وبعد كده الباسورد وبيتكتب بالطريقه دي بيساوي واكتب له الباسورد اللي هو تقريبا تور بس كده حلو كده كده انا كريت الكونكشن بتاعه حلو عاوز اعمل ايه بقى عاوز اكريت كيرسر فهم ايه المايكون اللي هو الكونكشن اللي انا لسه مكريته أو قصدي أقول ماي كرسر بيساوي ماي اللي هو الكونكشن اللي أنا لسه مكريته دوت كيرسر بس كده أنا عملت زي تشانل كده بيني وبين الداتا عشان أبدأ أنفذ الأوبريشنز اللي أنا عاوزه تمام طيب هعمل إيه بقى؟ هقول له ماي اللي هو اللي عندي ده وبعد كده ماي دوت اكسكيوت أيوه واجي هنا في الاكسكيوت المفروض هنا بقى انفذ اي اوبريشن انا عاوزها ايا إن كان نوع العمليات اللي عندي بقدر انفذه هنا بقى كل الكويرز انسرت ابديت اديليت هبدا اكتب كله هنا ما بين الاكسكيوت لكن طبعا لو انت لاحظت ان ده دايما بيتم ان انا بامبورت بعمل كونكت على الداتابيز وبكريت كيرسر وبعد كده هنا بنفذ كل اللي انا نفسي فيه طيب خلينا نسيف كده وتعالى نعمل كومنت على دي ونربط هنا مثلا كونكتد مثلا وتعالى كده ننفذ الكود ده هعمل ال اس الاقي الملف موجود اهو connect to db هعمل بايثون وبعد كده connect كونكت تو دي بي واضغط انتر اه بايثون ناقص ان معلش فبقول لك مديول اوبجكت از نوت اه تمام دي مشكلة عندنا دي دوت كونكت بس عشان خاطر انا كده بس ادعي library بس هذا الميثود الخاصه بالكونكت اللي هتروح تتصل بالداتابيس طيب اروح انفذ تاني حصل مشكله بيقول لك كانت كونكت تو ماي اس سيرفر تقريبا مش لاقي سيرفر طيب هفتح انا هنا الماي اس طبعا يعني الماك. ايوه هي ستوب دايما مش شغاله فاعمل لها ستارت الباسورد فالمفروض هتبدا تشتغل دلوقتي طيب ابدأ انفذ بقى الامر بتاعي فهكتب بايثون وبعد كده connect to دي بي بي واي فطبعا طبعا كلمه كونكتد اللي احنا كاتبينها اللي هي دي فمعنى كده انه خلاص راح اعمل اتصال على الماي في الداتابيز اللي هي موجوده على اللوكل هوست بالباسورد ده باليوزر نيم ده وبالباسورد ده طيب لو انا دلوقتي بقى تعالى نفتح كده الماي سيكول بورك بنش وخلينا اوريك الداتابيز المتاحه ونشوف ازاي تمام لحظه ايوه في هنا حاجات كانت مفتوحه من زمان طيب فعندنا دلوقتي دي كلها داتابيز موجوده انا ممكن اعمل كونكت عليها عادي خالص فمثلا في داتابيز اسمها كورس فعندي سي ال عندي كود عندي دي بي بكونكت على اللي انا عاوزه عادي تمام طيب تعالى كده نجرب ان احنا ان كونكت على داتابيز افتح الكود وناجي هنا ببساطه نعمل له داتابيز وبعد كده بتساوي ونجيب احنا اي اسم احنا عاوزينه من هنا نجيب مثلا كورز ونسيف وبعد كده نروح ننفذ كده الامر فقال لك كونكتد معناه ان هو هنا ايه اتصل بالداتابيز واتصل بال اتصل بالماي واتصل بالداتابيز اللي اسمها كورس طيب لو انا دلوقتي عاوز اشيل السطر ده وعاوز اظهر كل الداتابيز فانا عاوز انفذ الاكسكيوت واقول له هنا مثلا شو داتابيز وبعد كده جانيفذ هنا ما اسفل الكيرسر بريك لازم اكسكيوت استنى اه نقلبين كلمه اكسكيوت غلط بس هو راح ننفذ الامر بس طبعا مش مش هيظهر لنا الامر هنا يعني لان يعني النتيجه هتتنفذ وعادي مش مش هتزلط. طيب مش مشكله عشان ما ناخدش في حاجات كتير ان انا اظهر لك كل الداتابيز اللي موجوده وتعرف تعمل لهم برنت وكده فخلينا نشوفهم مرات الجايه نبدا ننفذ كويريز على الداتابيز طيب بس الفكره دلوقتي في ايه ان احنا عرفنا ازاي بنعرف نعمل كونكت على الداتابيز كل الفكره ان انا هنبورت المايس الكونكتور وبعد كده اروح اعمل كونكت على الداتابيز باستخدام الميثود اسمها كونكت او كيريت كونكشن اوبجكت اللي هو ده ماي كونكشن هعطيله الهوست اليوزر الباسورد انا هكونكت على معينه هعطيله اسم الداتابيز وبعد كده اكريت كيرسر واروح بالكيرسر ده انفذ كل اللي انا نفسي فيه على بيس طيب لحد دلوقتي الدنيا هنا كويسه خلينا بقى نبدا من الفيديو الجاي نبدا نشوف ازاي ان انا اقدر اكريت داتابيس غير اللي موجودين دول وازاي اقدر انا اكريت تيبل جوه الداتابيس بالكولومز بتاعته بكل حاجه ونشوف ازاي الدنيا هتمشي اتمنى الفيديو ده يكون واضح للناس لو في اي مشكله سيبها في الكومنتس كان معاكم محمود احمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معاكم محمود احمد الفيديو اللي فات خلاص شفنا ازاي بقدر كاري كونكشن او اتصال بيني وبين الداتابيس خلينا في الفيديو ده نبدا نشوف ازاي احنا هنقدر نكريت داتابيس جديده ونشوف ازاي نقدر نكريت تيبل جديد جوه طيب خلينا نبدا اول حاجه خلاص عشان نكريت داتابيس هاستخدم الكويري اللي اسمه كريت داتابيس وبعد كده بعطيه اسم الداتابيس احنا بصينا على الكود اول حاجه خالص هنبورت الماي سيل وبعد كده هكريت كونكشن اوبجكت اللي احنا عشان اقدر أكونكت على الداتابيز اهو وبعد كده أقوله له اكريت كيرسور عادي زي ما احنا عملنا المره اللي فاتت نيجي بقى لان التغيير في الفتره الجايه كله هيبقى في حته الاكسكيوت بس اللي هو اكسكيوت على الكيرسور بتاعي بقول له create داتابيز وبعد كده هعطيه اسم الداتابيز بتاعتي مفيش اي مشكله طيب هرجع الكود بتاع ده وبعد كده هنسخه واجي هنا اكريت ملف جديد وهسميه هسميه 02 وهسميه مثلا كرييت دي بي بي واي واكتب الامر ده تاني بس خلينا الاول على الكونكت ده خليني اعمل له رينيم واخليه 01 عشان يبقى بنفس الترتيب عشان لو انت حبيت ترجع للكود على جيت طيب دلوقتي خلاص سيبك بقى من شو داتا دلوقتي عشان ايه؟ عشان هنحتاجها طيب هوريها لك بعد شويه عاوز ابدا هنا بقى ايه عاوز ابدا انفذ الكويري بتاعي اللي هو انا هكريت بي داتابيس حلو طيب هبدا اكتب ايه انا دلوقتي اول حاجه لو لاحظت انا عملت امبورت لما اس كيو ال كونكتور زي ما احنا عاوزين تمام وبعد كده كريت الكونكشن اوبجكت بتاعي وبعد كده كريت الكيرش اهو وعاوز ابدا انفذ التنفيذ دايما هيبقى في الاكسكيوت واغلب شغلنا دايما هيبقى في الإكسكيو، فخلينا في الاكسكيوت ننفس اوامر الداتابيس دايما عشان انت تسهل الدنيا عليك اكتبها كلها كابيتال فتكتب مثلا كريت شايف كلها كابيتال داتابيس كده وبعد كده هتكتب له بقى اسم الداتابيز اللي انت عاوزه فتقول له مثلا ماي داتابيز ماي داتا بيس او ماي دي بي او ايا يعني كان اللي انت عاوزه بس كده بس كده وبعد, وبعد كده نسيف وبعد كده نيجي هنا طبعا هعمل كلير للسكرين واروح انفذ الامر بتاعي فاكتب بايثون وبعد كده اتنين اه كرييت دي بي واضغط انتر فخلاص اتنفذ ما طلعتش اي ايرورز فمعناها ان الداتا بيز طب نيجي نقول الداتابيز بيز اسمها ايه ماي داتا طب نيجي على ماي سكيول كونكتور في داتا بيز اهي ابدا بقى عاوز ريفريش الحاجات دي عشان ايه اشوف الجديد فاعمل ريفرش اول فهلاقي ان انا عندي داتا جديده كده اسمها ماي داتا لو فتحتها حتى مش هتلاقي فيها ولا تيبل مفيش اي تيبلز خالص بس الداتابيز بيز فعليا اتكريتد ليه ماي داتا تمام كده تمام طيب تعالى كده خلاص شفنا ازاي بنقدر نكاري الداتا طب لو انا دلوقتي عاوز اكاري تيبل جوه الداتابيز بس خلينا قبل ما نكاري التيبل نشوف الحته بتاع الشو داتا عشان يبقى احنا شفناها هاجي هات لك كمان فايل جديد 03 اسميه شو دي بي لحظه اعمل دوت بي هوي. تعالى بقى عاوزين نظهر كل الداتا الموجودة اللي موجوده باختصار بسيط خالص هتكتب طبعا كله كابيتال شو داتا طيب احنا كده عملنا المره اللي فاتت بس ما نفذش حاجه اقول لك لا هو نفذ بس الفكره النتيجه انت ما شفتهاش فانت لو النتيجه فلازم تاخد الناتج الريسبونس او اللي جاي من الكيرسور ده فهاخده ازاي عادي خالص اقول له فور لكل مثلا فور لكل دي بي موجوده في الماي كيرسور. اللي هو اللي راجع ده هتعمل فيها ايه؟ هعمل لها برنت للدي بي بتاعتي بس كده؟ اه بس كده طيب نيجي بقى هنا لو لاحظت هنا في الداتا بيز شوف انا عندي كام داتا بيز اهو المفروض دول كلهم اشوفهم طيب هنفذ هذا البايثون وبعد كده 0 3 قال له ايه؟ شو دي بي انتر فظهر لك انفورميشن سكيما دي بي كورس سي ال كود ال بي لايبرري ماي اب ماي اب وبعد كده ماي داتابيز دي بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها الماي دي بي الماي بروجكت ماي اس كيو ال النوتس البرفورمانس سكيما والسيستم شايف كل الداتابيز اللي موجوده هنا عرفت تشوفها فيبقى مع ده معناه ايه؟ معناه ان الكود بتاعك اللي هو ده شو داتا كانت كان فعليا بس انت الفكره النتيجه بتاع الكيرشر انت ما خدتهاش فاحنا لسه هنبدا طبعا نتعامل مع الحاجات دي كتير. طيب دلوقتي خلاص انا عرفت اشوف ازاي شو عاوز بقى ابدا اعمل ايه؟ عاوز اكري التيبل جوه الداتابيز بتاعتي طبعا قبل ما ننسى لو انت عاوز تشوف فعلا الداتابيز موجوده ولا لا وانت لسه بتعمل كونكشن فوقتها بتكتب اسم الداتابيز اللي انت عاوزها طب هي لو مش موجوده هيظهر لك ايرور طب تعالى كده انت استهى. لو افترضنا ان انا هنا حطيت له اسم داتابيز بس قلت ماي 2 فالمفروض لما يجي يكونكت على ماي car على 2 ما يلاقيهاش. فلو انت جيت هنا نفذ امر ده كده تاني ظهر لك ايرور بيقول لك ايه ان نون داتابيز 2 مفيش حاجه اسمها database بيس كارز تو فلو انت عاوز تشيك هل الداتابيس في فعليا موجوده ولا لا انت ممكن تضيف اسمها وانت بتعمل كونكت على الداتا وهي لو موجوده هيعمل كونكت مش موجوده هيطلع لك ايرور انت ممكن وقتها تهندل الايرور ده يعني ممكن تتوقع لو الايرور جاء ان مفيش فيش بيس اسمها كارز 2 تروح تكري الداتابيس اسمها كارز تو ودي بسيطه خالص طيب نيجي بقى نشوف ازاي هكري التيبل طبعا كل اللي فوق ده شفناه قبل كده كونكت على الداتا بيس كيرس كله ده نيجي بقى للاكسكيوت هقول كرييت تيبل عادي خالص وبعد كده هقول لي اسم التيبل ونفترض مثلا هنعمل أفل... ايه, تيبل لافلام مثلا يتحط فيها افلام فيبقى الموفيز وبعد كده بتفتح قوسين وبتضيف بقى الاعمده اللي موجوده جوه التيبل ده وبتحدد كل عمود نوعه ايه والبارامترز اللي بتضاف للنوع فلو انت مثلا هتعطوا له النيم اسمه فمثلا ده فور كور عشان خاطر زي السترنج كده في بايثون فهتبص له انت اللي انت عاوزه بحد اقصى 100 حرف او 100 اندكس جوه الفور كور ده وبعد كده البلاط اللي هي اللي هي القصه بتاع الفيلم عموما وتطلع برضه فور كور مثلا 300 500 على حسب انت عاوز قد ايه دي مش هتفرق معاك فالفكرة ايه انت طبعا ممكن تحط اعمده كتير او تعمل كل اللي انت نفسك فيه بس احنا بنتست بداتا بسيطه طيب تعالى كده ننفذ الامر ده هاجي هنا انسخ دول اكريت ملف واسميه كرييت تيبل دوت بي حلو الكود بتاعه ورحت عملت اتصال على الداتا بيز وكل حاجه تعال بقى نشيل دول كده الحاجات اللي لازمه نشيلها ونيجي هنا بقى عاوز اعمل ايه عاوز انفذ الامر بتاعي عايزك بقى تركز معايا هعمل ايه كبر فونت سنه هكتب اول حاجه خالص create table وطبعا زي ما قلنا اوامر داتابيز اكتبها كابيتال احسن create تيبل وبعد كده تقول له بقى اسم التيبل فتقول مثلا موفيز تمام جوه الموفيز ده عايز ابدا بقى اباصي الاعمده اسماء الاعمده بتاعتي فاقول والله عندي النيم وده عباره عن فور كور بص الفور كور هتتكتب كلها زي ما انت شايف كده كلها كابيتال لا مثلا ل 100 او 50 او ايا كان وبعد كده عندي اللي هي البلوت او القصه بتاع البتاع نفسه لحظه شيل الكوسين دول وبعد كده البلوت دي هتبقى عباره عن ايه؟ فور كور ومثلا 500 مثلا عشان هتكتب قصه الفيلم فهتبقى كبيره شويه تمام طيب كده انا خلاص قلت له كريت لي تيبلس الاسم بتاعه عندي اللي جواه عمود اسمه النيم فار كور 100 وجواه البلوت وفار كور 500 بس كده مفيش اي حاجه ثانيه لا مفيش اي حاجه ثانيه بس طبعا لسه في قفله الكوس هنا اللي هي دي create table moves دي فتحتها ده دي قفلته وده دي قفلته وده ده قفلت ده وبعد كده ده قفلت اللي وراه تمام كده طيب وبعد كده تعالوا نقول نبرنت ونقول له مثلا ال table created سكسسفولي كاريت بنجاح طيب هاجي انا هنا قبل ما نكاريت تعالى نعمل ريفرش اهو الداتابيز بتاعت اللي اسمها ماي دي بي اسمها ماي داتابيز تعالى نعملها لها سيت از ديفولت عشان تبقى دايما هي اللي بتفتح مفيش جواها تيبلز اهو حلو طيب هاجي انفذ انا الامر بتاع بايثون وبعد كده زيرو فور فيقول لك كرييت تيبل فالمفروض دلوقتي لما ارنه يروح يكاريت التيبل فضغط انتر بيقول لك في ايرور no database selected يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي رحت carry كاريت... انت المفروض دلوقتي رحت carry table فالتيبل ده هيت هي carry في database ايه؟ ما هو انت دلوقتي ما, ما قلتليش اسم الداتابيز اللي انا هكونكت عليها اقول لك فعلا عندك حق فالمفروض اقول لك database بيساوي وبعت اسم ال database اللي احنا كنا قلناه واحنا بن carry database اللي هي mobile database فيبقى انا دلوقتي شوف عشان انا رايح انفذ عمليات على database فلازم انا ابص الداتابيز اسم الداتابيز وانا بعمل connection طيب هاجي انا هنا هعمل كلير وانفذ الامر تاني فبقول لك ايه تابل كريتد سكسسفلي فلو انا رحت هنا وعملت ريفرش شايف تيبلز بقى جوا جنبها سهم لو فتحته تلاقي تيبل اسمه موفيز لو فتحت بقى الموفيز ده هتلاقي الاعمده اهي عندي عمود اسمه نيم وعمود اسمه بلوت كل واحده فيهم ليه ليه الحاجه ليه النوع بتاعه واقدر ابصيله الداتا بتاعته تمام يبقى انا دلوقتي كل الفكره ان انا بقول له كرييت تيبل وبعطي له اسم الجدول وبعطي له كل عمود ونوعه بس ويروح هو ينفذ على الداتا ما مفيش اي مشكله خالص طيب الفيديو اللي فات شفنا خلاص ازاي بقدر اكري الداتا وبقدر اكري التيبل وكان المفروض ان انا في الفيديو ده هبدا اشوف ازاي اقدر انا اريتريف او ارجع داتا من الداتابيز بس احنا اصلا الداتا بتاعتنا لسه فاضيه فاحنا لسه ما شفناش ازاي نيرسيرت الداتا في الداتا ودي طبعا كانت غلطه في ترتيب الباوربوينت ولكن في الفيديو ده ان شاء الله رب العالمين هنتكلم ازاي نقدر ننسرت داتا نشوف ازاي نقدر نضيف داتا في الداتا بيز بتاعتي طيب خلينا كده نبص عشان خاطر انسرت او اضيف داتا جوه تيبل فانا هستخدم الستمنت اللي اسمها انسرت انتو يعني انسرت الداتا دي في التيبل الفلاني او انسرت انتو التيبل الفلاني الداتا دي طيب عشان خاطر اقدر ان انا اقدر ابص متغيرات يعني مثلا لو انا بتعامل مع الداتا بيز دي في برنامج ديسكتوب فلو انا مثلا العميل بيضيف مشتريات معينه زي لو احنا هنعمل بي او اس تفسير مثلا العميل بيضيف مشتريات فانت بتروح تخزنها في الديتا بيز فوقتها المشتريات دي جايه الراجل اللي قاعد على الكاشير هو اللي بي او اللي قاعد على الحساب هو اللي هو اللي بيضيفها فوقتها القيم دي بتيجي من اليوزر فلازم انا اخد القيم اللي من اليوزر اروح فعشان اخد قيم اليوزر واخد الكويري بتاعي فانا هفصل كل واحده فيهم في, 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 في سطر لوحدها وبعد كده اروح انفذ الجملتين يعني مثلا انا عندي هنا في المثال ده هذا الكويري بتاع insert into movies وبعد كده بقول له روح حط لي في النيم ولا في البلوت والقيم اللي جايه لي اللي موجود دول فورمات سترينج يعني دول هيعوض عنه وبعد كده بقول له الداتا بتاعتي هي الداتا انا بعد كده هجيبها من ديسك او هجيبها من جانجو او ايا كان اللي انا هستخدمه فبقول له الداتا هي والله الفيلم الفلاني والقصه الفلانيه تمام بعد كده بروح اقول له روح نفذ السيكوال ده مع الداتا دي فالقيمة الأولية هنا في الداتا تروح تعوض مكان أول كومة في الفورمات string تاني قيمة تروح تعوض مكان ثاني عادي خالص، طيب، تعال ننفذ ده، هاجي انا هنا انسخ ده هاجي اكريت ملف جديد اهو 05 واسميه insert data دوت بي واي واضيف الداتا اهو خلاص وتمام اشيل انا بقى ايه اشيل جمله دي وابدا انا اشيل الكويري ده عشان اكتب الكويري بتاع الجديد عاوز اكتب الكويري بتاع الجديد فعاوز انسرت داتا طب قلنا دلوقتي ان احنا هنفصلهم لسطرين فاجي اقول لك شيل بقى الدبل كوت والسنجل كوت دي وتعالى نحط السطرين بتوعنا اول حاجه ده السطر بتاع الاس كيو وده السطر بتاع الداتا تمام السطر بتاع الاس كيو ده اللي انت هتكتب جمله الاس كيو اللي انت عاوزها واللي احنا هنكتب مثلا انسيرت انتو وبعد كده التيبل list موفز روح ضيف لنا في الجدول list موفز طب هتضيف في ايه الجدول ده اصلا فيه عمودين النيم plot فأقول له النيم plot اه اللي هي الحبكه الفنيه بتاع الفيلم حلو طيب وبعد كده انت قلت له انسرته محتاج بقى تقول له ايه؟ محتاج تقول له ايه القيم اللي انت هتعملها؟ هتعملها انسرت فدي الفاليوز اهي وده اول قيمه فورمات سترينج وده ثاني قيمه فورمات سترينج كان ممكن انا اشيل الفورمات سترينج ده واكتب مثلا اسم الفيلم كذا والبلوت بتاعته كذا واروح انفذ الكوير اه هيتنفذ بس لو انت عايز تدوله بقى كومه متغيره اليوزر هو اللي يدخلها فهنبصها بالطريقه طيب ايه ثاني حاجه؟ طبعا ما تنساش هنا ان انت بتبصيله الاس كيو ال والداتا مفيش اي مشكلة خالص طب عايز انا بقى ابص الداتا هفتح أه... تيوب العادي واكتب اسم الفيلم مثلا ولا افترض هنجيبه زي الباور اللي هو ناو يو سي مي مثلا اقول له ناو يو سي مي ماشي الحبكه الفنيه مثلا ايا كان اللي هو فيلم سرقه مش عارف افنجرز موفي ايا كان أه ادفينشر موفي مثلا يبقى دي الحبكه الفنيه بتاعته تمام طب فلو تروح دلوقتي رحت قلت له روح ضيف في الجدول اللي اسمه موفيز الاسم في العمود الاسم وفي اللي اسمه اسمه وفي البلوت اللي عامل اسمه اللي هو الحبكه ضيف لي الكويم دي والكويم دي جايه طبعا من الداتا وبروح انفذ الكويري اللي هي السيكوال والداتا عايز ابرنت هنا مثلا اقول له مثلا داتا انسيرش ونشوف تعالى كده نضيف لو احنا جينا طبعا لو احنا هنا جينا هنا في الموفز وعملنا ريفرش اهو وعملنا استعراض لجدول الموفز ده الاول مثلا 1000 كومة مش هتلاقي حاجه الدنيا فاضيه خالص طيب يلا بقى ننفذ الكود بتاعنا هقول له وبعد كده زيرو تقريبا خمسة قال له انسرت داتا هو دوت انتر فطبع لك ايه داتا انسرت يعني هو فعلا راح ضافها في الداتابيس طيب لو انت جيت هنا بقى عملت ريفريش وجيت انت على الجدول ده تاني وعملت اول 1000 كومة هتلاقي مفيش حاجه برضو مش فاهم طب هو مش مش هو طبع لي هنا داتا انسرتد طب ما المفروض الداتا تكون ظهرت ليه ما ظهرتش اقول لك كده ما ظهرتش مش احنا قلنا في اول حاجه خالص لما قلنا ان ازاي بنعمل اتصال بالداتا قلنا ان انا لو انا اتصل بالداتا بيز واعدل حاجه عليها يعني انا ممكن اروح اتصل بالداتا ارجع معلومات مثلا لكن في نفس الوقت ممكن اتصل بالداتا عشان اضيف معلومات او اعدل معلومات فوقتها لازم اقول له كوميت لازم اخليه يسيف المعلومات دي في الداتا فلازم اجي انا هنا بعد ما انفذ في الاخر خالص اقوم راح قايل له بقى ماي كون دوت كوميت روح احفظ لي في الداتابيز يعني مش هو دلوقتي بينفذ بيتنفذوا بس ما بيتسيفوش في الداتابيز لكن انا عاوزهم دلوقتي اشوفه على الداتا فكده خلاص كده هيتنفذوا طب تعالى كده أنا ننفذ العمر تاني قال لك في مشكله انا كاتبين كلمه كوميت غلط اه بس أنفذ تاني فقال لك داتا انسيرشن طيب تعالى بقى هنا في الداتا نجيب اول 1000 كوما شايف قال لك oh, Now ناو يو سي مي بتاعته ليه Adventure موفي ظاهره اهي يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان احنا ايه نضيف فيلم طب تعالى نضيف كمان فيلم فنقول له مثلا افنجرز اند Game مثلا نسميه موفي. طبعاً. طبعا. نفذ. فايت موفي تمام طب اروح انا انفذ قال لك انسرت. انسيرتد تجيب اول 1000 قيمه هيظهرهم لك عاده اهو فايت موفي و افنجرز اند جيم تمام كده تمام طيب لو تلاحظ ان انا لو عاوز اجيب اخر رو او اخر عمود انا عدلت عليه بجيبه عن طريق الرو كاونت مايكروسوفت رو كاونت يعني انا لو جيت اطبع هنا بقول له إن هو mycursor.rawcount فده آخر حاجة أنا عدلت عليها. طيب تعالى كده نضيف فيلم تاني فنقول له مثلا أي فيلم مثلا Prisoners أو أي فيلم طيب نقول إيه؟ Fairy Potter ونسميه مثلا ماجيك موفي مثلا فتعالى كده ننفذ فقال لك رقم واحد ده اخر ريكورد اتعمل له انسرت ليه؟ مش خاطر احنا ضايفين كومه واحده بس طيب تعالى كده ريفرش فبقى عندي ثلاثه موفي طيب دلوقتي لو انا عاوز ان انا اضيف اكتر من كومه لو حصلت دلوقتي عشان اضيف فيلم الثاني الثالث الرابع برجع اعدل هنا في الداتا فانا عايز اعطي له لسته كده من الداتا وهو ينفذهم كلهم فقلت له نبص عشان انا انسرت اكتر من صف في الداتا فانا استخدم حاجه اسمها الانسرت الاكسكيوت ميني اللي دي مكان اكسكيوت وهو بيبقى عندي لسته من الداتا مش مجرد داتا واحده بمعنى انا عندي الداتا اهي احولها لليست ادي ليست اهو اهو تمام كده طيب وهتبقى دي اول قمه في الليست الحمد <applause> 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 لله وابدا انا اضيف هنا القيم الثانيه وافصل بين كل قيمه وقيمه بقومة عادي خالص فمثلا نضيف اي فيلم مثلا نجيب اي فيلم دي اي افلام بتيجي في دماغي انا بضيفها عادي فانت اضيف طبعا بتضيف ديمو داتا مثلا تمام وبعد كده نضيف مثلا طبعا دول كلهم يعتبروا مسلسلات بس احنا ايه انا كبر ده احنا عايزين لنا اي داتا يعني تمام فخلينا كده نسيف دول أنا دلوقتي عندي عندي شويه شويه داتا هم موجودين في ليست وعايز بقى اروح انفذهم على الداتا بيز انفذ اكتر من واحده فطبعا هاجي مكان الاكسكيوت دي انا مش محتاج اكسكيوت بس انا محتاج اكسكيوت ميني فتبقى كده عشان خاطر بس الحاجه تتنفس تمام طيب هاجي هنا اعمل كلير وهنفذ الامر تاني فقال لك داتا انسرتد وطبع لك ثلاثه لاحظت حاجه الرقم اتغير ليه عشان هو عمل انسرت لثلاث قيم فطبع لك ان انا عملت انسرت لثلاث قيم ده الرو كاونت طب لو انا جيت هنا في الداتا بيس بقى وعملت انا اول 1000 قيمه دول او هتلاقي شوف بقى عندي كام فيلم بقى دول كتير هم ليه عشان هو خد اللي كانوا موجودين في الداتا في اللي هي الليست دي وراح ضافهم طيب خلينا ننسخ الكود ده عشان احنا عدلنا على الملف اللي كان موجود ونرجعه زي ما كان عشان ايه الملفات تكون موجودة بس كده وتعالى هنا نكريت ملف جديد ونسميه 06 ونسميه insert mini البي وي ونضيف الكود ده تمام طيب. طيب تعالى كده نراجع الكود كل الفكرة ان انا باجي insert فبعت له ليست والليست دي فيها قيم والقيم دي ممكن انت تكون مرجعها من بيز مثلا او من اي مكان اللي هي الداتا دي او الداتا دي انت مرجعها مثلا من لو انت عندك تيبل مثلا في الديسك في توب ومرجع كل الداتا اللي في التيبل فانت بتطلب عليها فبترجع كل الداتا في ليست مثلا فيبقى عندك الليست عاوز بقى تروح تضيف الليست دي في الداتا بيس فبتروح تضيفهم ان انا هعمل لهم execute ميني للامر بتاع ده وللداتا كلها دي فيروح لكل صف في الداتا دي انا اروح اضيفه في الـ database مفيش عنده اي مشكله خالص طيب دلوقتي خلاص شفنا ازاي بقدر insert وبعد insert حاجتين طب لو انا عاوز اجيب الـ اي دي اللي هو اخر حاجه الاي دي بتاع اخر قيمه طيب هاجي هنا احنا كنا بنعمل ماي كيرسر دوت رو كاونت انا هعملها بقى لاست رو اي دي بس طب عايزين نغير الحاجات دي فاحنا ممكن نجيب مثلا بريزن بريك بتهيألي كلمة بريزن غلط بس مش مشكلة ونجيب مثلا أي حاجة تانية فممكن نجيب آه... أي حاجة بس كده أي داتا يعني طيب دلوقتي هروح أنفذ في البايثون مرتبة 0.6 ستة Enter. في مشكله بيقول لك هاز نوت اتربيوت لاست رو اي دي فخلينا ماي كيرس دوت لاست رو اي دي طيب ده بريزم بريك 2 وده بايكنز 2 مثلا طب لك ايه راح عامل اهو ده انسيرت وبجيب لك لاست رو اي دي صفر طب خلينا كده نراجع لا يمكن عشان احنا عاملين insert لاكتر من قيمه فجايب بتاع اخر واحده فينا ملحوظه في insert more than 1 رو ذا اري اوف ذا لاست انسيرت رو returns يعني انت لو عملت insert لاكتر من قيمه الاي دي بتاع اخر قيمه هو اللي هيرجع طبعا بس المفروض تعالى كده نفرش ده ده كل الافلام اهي والمفروض دلوقتي يرجع برقم اللي هو الاي دي بتاع الكوميدي والاي دي ده المفروض يبقى حاجه طيب طب تمام خلينا نشوف دي بعدين بس كده الدنيا بالنسبه لنا واضحه ان انا اقدر انسرت سواء انسرت قيمه واحده يعني انسرت صف او ان انا انسرت ليسته كامله من القيم تمام طيب دلوقتي فاضل عندي بقى؟ المفروض دلوقتي ابدا اشوف ازاي اقدر ريتريف المعلومات اللي احنا ضفناها في الداتا بيز دي ازاي اقدر اشوف ان انا ريتريفها من الداتا بيز واقدر ان انا ارتريفها بما ان انا ارتبهم تصاعدي وتنازلي وافلتر وسيرش جواهم وانفذ شويه اوبريشنز كتير كده عليهم. اللي احنا هنشوفه ان شاء الله في الفيديو الجاي طيب اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي كان معاكم محمود احمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الفيديو اللي فات شفنا ازاي بنقدر نعمل انسرْت للداتا في بيز بتاعتنا سواء كانت الداتا اللي عندي دي صف واحد او لستة فيها داتا كتير وشفنا كمان ازاي نقدر نقدر نرجع اخر اي دي للصف اللي انا ضفته طيب الحته دي كان واقف قدامنا فيها مشكله المره اللي فاتت فخلينا كده نبص عليها اول حاجه خالص انا بصيت بس على الدوكيومنتيشن عن اللاست رو اي دي بشرح يعني ايه اصلا اللاست رو اي دي وازاي هو موجود وكده فبقول لك ان انت لو انت عندك فيلد فيه اوتون increment فاللاست رو اي دي هيرجع بكم لكن لو انت ما عندكش فيلد فيه auto increment فهو هيرجع بصفر لان طبعا ما فيش عندك حاجه بمعنى انا دلوقتي المفروض اللاست رو اي دي ده يرجع لي اخر اي دي للداتا اللي انا سيفتها طب انا اصلا ما عنديش عمود اسمه اي دي عشان خاطر هو يعرف يجيبه عشان كده دايما تلاقيه مرجع معانا صفر ليه لان ما فيش عندي اي دي لكن لو انت الداتا بتاعتك فيها اي دي فهتلاقيه باي ديفولت بيرجع هو بس الموضوع انا ما خدتش بالي منه لان طبعا باي ديفولت جانجو بيجنريت الاي دي في في الداتا فتلاقيني دايما بستخدمها والدنيا ماشيه وبتعمل كل اللي انت عاوزه لان طبعا دايما الداتا فيها اي دي لكن هنا عشان احنا اللي بنكريتين الداتا بيز فانا ما خدتش بالي بس طيب فلو انت دلوقتي عندك الداتا بتاعتك اي دي هتلاقيها شغاله كويس جدا طب خلينا ازاي بقى احنا بيز بتاعتنا فيها داتا اهو فيها داتا كويسه عايزين بقى نعمل ايه؟ عايزين خاطر ان احنا نريتريف الداتابيز دي نريتريف المعلومات دي من الداتا بيز ولكن نعمل لها ريتريف وبناء على حاجات معينه شروط نرتبها كلام من ده طيب اول حاجه خالص عشان اريتريف المعلومات من الداتا بيز الشغل البسيط خالص ان انا استخدم كلمه سلكت او الستمنت اللي اسمها select عشان ارجع كل المعلومات طيب هقول ايه هقول select asterisks فروم هات لي كل حاجه من الجدول الفلاني وبعد كده الداتا اللي راجعه دي انا بستقبلها باستخدام الميثود اللي اسمها الفيتش اول فاقول له الريزلت هتساوي الكيرسور ده دوت الفيتش اول زي ما احنا كنا عاملين لما جينا نطبع كل الداتا رجعنا استخدمنا الداتا اللي راجعه من الكيرسور اهو وبعد كده هلوب عليها طيب تعالى كده نتست ده هنسخ ده وهكريت فايل جديد أسميه 07 سبعة وأعمل مثلا select داتا دبي وأحط الكود أهو تمام طيب هشيل بقى أنا كل الحاجات اللي مالهاش لازم خالص وما دام أنا هعمل select فأنا مش محتاج أعمل commit لأن أنا برجع من الداتا مش هروح أبص على حاجة في الداتا بيز حلو ودي execute مش execute mini وطبعا هشيل الداتا دي كل ده خالص حلو كده حلو هاجي بقى انا في الاكسكيوت عاوز انفذ الجمله بتاعتي فول سيلكت استريكس النجمه فروم اسم الجدول بتاع الموفس بس خالص طب الداتا اللي راجعه هحطها في متغير اسمه ريزلت مش عاوز احطها في متغير عادي دي مش مشكله يعني هيساوي المايكرسور دوت فيتش اول فيتش اول عشان خاطر يجيب لك كل الداتا او كل الحاجه اللي راجعه من الداتابيس طيب عاوز لوب انا بقى على الداتا دي هقول فور لكل رو تمام موجود او لكل موفي موجود في الريزلت برنت واطبع لي الموفي ده بس بس كده بس طيب يبقى انا ادت كل الفكره انا الكوري الكويري بتاعي سلكت استريكس فروم الموفيز وبعد كده الداتا دي اللي راجعه عرفت استقبلها عن طريق الفيتش وول في متغير وعملت لوب عليها طيب نعمل كلير طيب ونكتب بايثون وبعد كده 07 اهو سيلكت داتا انتر قال لك ناو يو سي مي مايك ادفنشر موفي مش عارف ادفنشرز اند جيم وجاب لك كل الحاجات عرفنا نرجع كل القيم اللي راجعه من الداتا طيب دلوقتي انا عرفت ارجعه من طريق الاستريكس بس الاستريكس دي ايه؟ الاستريكس دي بتدل ان انا عاوز ارجع او بتشير الى ان انا عايز ارجع كل الاعمده طب هل انا ممكن احدد اعمده معينه؟ اقول لك اه انت ممكن تحدد اعمده معينه بعنا عن طريق انك تعطي لها اسماء هنا. طب ازاي؟ دي هنعمل عليها دبليكيت وكومنت اه عايز بقى انا احدد الاعمده اللي انا عاوز ارجع منها فقول له رجع لي من name بس يبقى سلكت النيم فروم موفيز فيرجع لي كل الاسماء اللي موجوده فلو انا جيت كده الوب عليهم شوف رجع كل الافلام بس الاسم بس ولو تلاحظ القمه اللي راجعه تيوبل برضو يعني انت لو تلاحظ القمه اللي خير دي معناه ان هو تيوبل مش 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 مجرد سترينج وخلاص طيب فيبقى كده رجعت العمود اللي انا عاوزه بس وممكن كمان اقول له هنا plot ترجع كل اللي انت عاوزه عشان انت ممكن يكون الداتا بتاعتك فيها اعمده كتير جدا مش لازم يكونوا اثنين زي هنا ويطلع لك اهو تمام فيبقى انا دلوقتي عرفت ارجع كله وعرفت ارجع بناء على العمود طيب لو انا عاوز دلوقتي بقى احنا دلوقتي شفنا الفيتش اول بترجع كل الداتا اللي رجع حتى هنا تلاقيه رجع لك كتير جدا طب لو انا عايز ارجع كومة واحده بس وقتها بس استخدم الفيتش 1 طب هعمل كومنت على ده كده او خلينا ننسخ ده في ملف جديد انا بحاول اسيب لك كل حاجه في ملف بس انت تعرف ترجع لها في اي وقت 08 واكتب سيلكت وبعد كده الفيتش 1 دبي بي واي واضيف لك ده هجر انا اشيل دول تمام بعد كده الفيتش اول دي هتبقى فيتش 1 بس وبعد كده هبرنت الريزلت عشان بس ايه عاوز اوضح لك حاجه معينه كده حلو كده طب هرجع كله من 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 الموفيز اهو من الافلام وهستخدم الفيتش 1 طب تعالى كده اه انا لسه بننفذ نفس الملف مش بننفذ الملف الجديد انا قلت في ايه يعني على بايثون 08 شيف رجع أول واحد بس ناو يو سي مي أدفنشر موفي ده أول واحد موجود في الداتا بيس أهو طب مع إن هو هنا مرجع قوام كتير يعني أصلاً الكويري ده نتيجته بكل الأفلام ليه هنا وعارض له واحدة بس قال لك عشان أنت مستخدم الفيتش 1 أنت قايل له رجع لي واحدة بس منه طب لو أنا دلوقتي شلت الفيتش 1 دي وكتبت فيتش أول بس أنا ما عملتش لوب عليهم وطبعتهم هيطلع إيه هيطلع لك آه لحظه احنا شغالين في ملف رقم 8 اهو شوف طلع لك كل الافلام زي ما احنا كنا شايفينهم ولكن في ليست يعني انت تقدر تطبع اللي هو الريزلت اوف زيرو كده فكده يطبع لك رقم واحد بس او ناو يو سي مي ممكن اقول الريزلت اوف اوف 1 اوف 2 اوف 3 اعمل كل اللي انا عاوزه ولكن طبعا ايه ده يبقى انت دلوقتي عشان الدنيا تبقى واضحه، انا برجع كل اللي انا عاوزه من الداتا بيز، فلو انا مرجع حاجات كتير، فانا هستخدم الفيتش اول، عشان استخدمها، وقتها اقدر الوب عليهم، او اقدر اعمل لهم سلايسنج. هحط لك دي هنا. اعمل لهم سلايسنج زي ما انا عاوز، يعني اخد اللي انا عاوزه من الليسته بتاع الكوم اللي راجعها، لكن لو انا عاوز ارجع كومه واحده، فوقتها انا هستخدم الايه؟ الفيتش 1، بس كده ترجع لي كومه واحده، واعرف انفذ عليها كل اللي انا عاوزه. طيب. دلوقتي بقى لو انا عاوز افلتر القيم اللي راجعه، يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي انت عندك افلام كتير، طب انا دلوقتي الفلتر دي معناها في الويب سايتس او في الديسك توب عموما او في الشغل ان انا عاوز اسيرش، عاوز اسيرش على داتا معينه. فوقتها انا عاوز افلتر، عاوز اسيرش بقى على داتا معينه بناء على شرط، ما لازم يكون عندي شرط. زي المثال ده هات لي كل الافلام لما يكون الاسم بتاعها اسمه كده ناو يو سي مي. فوقتها يجيب لك الفيلم ده وتعرف انت تشوف الداتا بتاعته. طب هنا لو انت لاحظت ان النتيجه انا عامل لها فيتش اول ليه؟ لان ممكن يكون عندي اكتر من فيلم فممكن في ناو مثلا في ناو مي الجزء الاول ناو يسميه الجزء الثاني وهكذا. لكن لو انت عارف ان راجع فيلم واحد بس فوقتها ايه؟ تستخدم الفيتش 1 عادي خالص. طيب. تعال نرجع كده. نكرر بس ملف جديد. سيلكت ااا اه فلتر دوبيو ده دلوقتي الكود اهو تمام عايز اعمل ايه بقى عايز اسلكت سلكت النيم والبلات فروم موفز عايز بعت له الشرط. عمر اهو وير طب هنخلي دي استريك وراح دماغنا عشان بس ما يبقاش فيه لخبطه وير وبعد كده هعطوا له بقى الشرط وفين الشرطة هتقول له مثلا النيم بيساوي وهتيجي انت بقى له هنا القيمه اللي انت عاوزها ايه اسم تعالى نجيب اسم اي حاجة هنا مثلا في هنا كوبي في اي اسم مثلا فهات لي كله في روم الافلام لما يكون عندي الاسم بيساوي كذا تمام وطبعا انا عامل للريزلت فيتش 1 وعامل لها برنت تمام طيب هنفذ 0.9 تسعة شيف قال لك اهو فايكنز اولد هيروز جاب لك الفيلم اللي انت عاوزه عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا نستخدم الفيتش 1 فرجع كومه واحده وعن طريق ان انا اعطيت له شرط ان الاسم بتاعها بيساوي كذا تمام كده؟ تمام طيب القيمه اللي راجعه دي لو انا عاوز اقول له الاسم فيه فيه كومه راجعه يعني مثلا ايه؟ مثلا انت عندك فايكنز وفايكنز 2 طب انا عايز اقول له الاسم شبه الفايكنز فيجيب لك فايكنز 1 وفايكنز 2 فده اللي احنا هنشوفه اهو دلوقتي ده الفلتر العادي طيب لو انا بقى عايز استخدم الوايلد كاركترز اللي هي زي اللايك ومش عارف وهم كتير في السيكوال فانت ممكن تبقى تبص عليهم مش 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 موضوعنا النهارده بس لو انت عايز تقدر تستخدم اي واحده فيهم عادي فمكان لحظه عارف إن أنا بعمل كتير للموضوع ده بس عشان أنت تعرف ترجع لهم أصلاً على جيت هاب وتعرف وأنت بتذاكر تستخدمه select wild كورد بس اه عاوز بقى أعمل إيه؟ عاوز سيلكت إيه؟ فروم موفيس وير إن النيم مش عاوز أقول له النيم بيساوي كذا بالظبط لأ عاوز أقول له النيم لايك like كذا يعني النيم شبه حاجة معينة فأعمل إيه؟ أقول له إن النيم لايك like الاسم لايك like وبعد كده الكومة دي. فالقمة دي عشان خاطر تقبل ان ان الجزء ده يكون منها فانت بتحط له علامه في الميه قبلها وراها ليه علامه في الميه معناها ان اي يعني مثلا لو انا كتبت وان فايكنز او ذا فايكنز فوقتها تيجي او لو انا كتبت من ورا فايكنز 2 او ذا فايكنز 2 فوقتها برضو يقبل عادي طيب بس طبعا دي فيتش 1 فخلينا برضو ننفذ ونشوف نعمل كلير بايثون 10 في مشكلة في ايرور هنا طبعا على الجملة بتاعتنا ممكن دي كوت مثلا بس اشتغلت اهي كانت محتاجة بس تكون بنسنجل كوت طيب رجعلك لك هنا هوم فايكنز اولد هيروز طب هتقول لي طب ما في مسلسل تاني اسمه فايكنز 2 ده ده ما جاش ليه بقى؟ اقول لك عشان خاطر احنا بنسترجع بالفيتش 1 لكن تخيل كده انا عملت فيتش اول فوقتها ايه اللي هيحصل؟ شايف جايب لك فايكنز وفايكنز 2 جاب لك الاتنين. يبقى انا دلوقتي ممكن ان انا افلتر عن طريق ان الاسم بيساوي كذا فعلا او او كده، او ان انا افلتر ان الاسم فيه حته معينه، او مثلا الديسكربشن، فانت مثلا لو بتسيرش بتسيرش على ادفنشر، فانا ممكن اسيرش الافلام وير ان البلات مثلا لايك like وهو مقدم هنا كلمه ادفنشر، فاي بلاط مكتوب فيها كلمه ادفنشر هيرجع لك الفيلم بتاعها عادي. تمام؟ طيب. لو انا بقى عاوز اخد القيم اللي هي اخد القيم دي من اليوزر هي طبعا في الدوكيومنتيشن بتاع الماي اس كيو ال مع بايثون اسمها بريفنت سيكوال انجكشن وده معناها ان اليوزر هو اللي بيدخل القيم بتاعته وكده طيب لو انا عاوز بقى اخد القيم دي من اليوزر مش اليوزر هو اللي هيضيف فعادي خالص على واحده select with the user inputs.py هاجي انا هنا بقى عاوز اسلكت داتا معينه بس اليوزر هو اللي مدخل الانبوت بتاعها تمام طب هعمل ايه هاجي انا هنا في السلكت هقول له سيلكت استريكس فروم موفيز وير ان النيم مثلا لايك كذا مفيش عنده اي مشكله خالص بس القيمه بتاع الفايكنز دي تمام انا كده النيم بيساوي واعمل دي فورمات سترنج تمام تمام عايز بقى بس الكوما دي هات لي بس ده كده دي الاس كيو اللي بتاعتي زي ما احنا قلنا لما بنجي نستخدم القيم بتاع المتغير القيمه المتغيرات اللي اليوزر بيجيبها بقسمها 2 ودي الداتا اهي كل حاجه تبقى واضحه وانا هنا هنفذ الاس كيو ال بالداتا بتاعتي طيب هقول سيلكت هات لي استريكس فروم الموف وير لما يكون الاسم كذا القيمه دي بقى اليوزر هيضيفها فتيجي انت هنا ببساطة خالص تضيفها فتقول له مثلا مثلا وايكس أنا حاسس إن الاسم ده غلط بس مش مشكلة أنا ممكن أنا حاسس إن أنا كاتبه غلط فا فيها جي اهي بس سايلنت مش مشكلة طيب أيا كان فدلوقتي دي الداتا واجي انا بقى ايه انفذ عادي طيب اول حاجه تاخد بالك منها ان الكومه دي اللي هي الداتا دي كده سترينج مش تيوبل فعشان اخليها تيوبل لازم اعطول الكومه فكده بقت تيوبل لان هي بتاخد تيوبل من الداتا وهقول له عادي روح سلك كل القيم الافلام لما يكون عندي النيم شبه كذا ودي الداتا اللي هتروح لها وعادي خالص وهستخدم النتيجه في فيتش واطبعه مفيش عندي اي مشكله هاجي انا هنا انفذ طبعا لك وولد هيروز رجعهم لك عالي طبعا لان احنا قايلين وير ان النيم بيساوي كذا فيبقى كده لو انت حابب مثلا اليوزر مثلا يدخل كومه معينه في برنامج ديسك توب مثلا وانت تسيرش عليه فهو الكومه دي وبص انت هنا في الداتا بس وبعد كده الكوير ده هيتنفذ عادي هنا ويرجع لك الداتا وتعرف تروب عليه وتعرضها له في البحث بتاعه ايا كان اللي انت بتستخدمه له طيب لسه ايه تاني في السيرش عندي لو انا عاوز اسورت الريزلت يعني النتيجه اللي جالي دي لو انا عايز اعمل لها اوردر باي فانا ممكن ان انا ارتبها تصاعدي سندنج وديسندنج اللي هو تنازلي ارتبهم زي ما انا عاوز براحتي طيب المفروض طبعا لو احنا ترتبناهم تصاعدي وتنازلي ده بيبقى بناء على كومه معينه اهو اوردر باي النيم او اوردر باي كذا طيب فخلينا كده نجرب ونشوف هل هي هتظهر نتيجه معانا ولا مش هتظهر نتيجه فتعال نشيل دي استنى نكريت ملف جديد كل الاكواد دي هتلاقيها موجوده على الجيت هاب وهتلاقي اللينك بتاعها موجود تحت الفيديوهات طيب عايز بقى ارتب الحاجه اللي عندي دي تصاعدي او تنازلي فهعمل ايه تعال بقى كل ده مش محتاجينه select asterisks from movies وطبعا مش عاوزين هيوير دلوقتي عايز بعمل ايه عاوز ارتبهم مثلا order boy وبعد كده اقول له مثلا اني فيروح يرتبهم لك بالنيم طب تعالى كده نطبع هو بايثون طب جاب لك اول حاجه avengers بعد كده breaking bad ده حرف الـ A وبعد كده ده حرف الـ B وبعد كده حرف الـ G وبعد كده حرف الـ H وبعد كده حرف الـ H اهو وبعد كده حرف الـ N فيعتبر ماشيين بنفس الترتيب الأبجدي بتاع الحروف لأن أنت قايل له رتبهم بالأسماء الـ إيه؟ طب لو أنا دلوقتي عاوز أرتبهم تصاعدي أو تنازلي وخليك فاكر إن هو الـ ان الاسيندنج اللي هو التصاعدي اللي هو التنازلي، التنزلي اللي هو اي بي سي ده ده هو الديفولت بتاعه زي ما احنا شفناه دلوقتي طب انا عاوز بقى أباصيله له رتبهم تصاعدي او تنازلي زي ما انا عاوز بباصي اسند او ديسند اللي هي الاختصار البسيط ده تمام طيب تعالى في الكود باي نيم اهو وبعد كده اقول له مثلا بس بس لان طبعا ascending اللي هو ايه الديفولت فاجئنا هنا لو انا عملت الكود تاني شايف بدالك من فايكنز حرف ال وبعد كده ذا جيرل ذا ترين اللي هو حرف ال تي وبعد كده مش عارف ايه فتقدر تعمل اوردر للريزلت زي ما انت عاوز سواء تصاعدي او تنازلي او كل اللي انت نفسك فيه طيب يبقى انا دلوقتي بقدر اعمل اوردر عادي طب لو انا دلوقتي عاوز الميت الريزلت يعني مثلا انا مرجع دلوقتي 20 فيلم طب انا عاوز ارجع 10 افلام بس من كل القيمه كل القيم اللي راجعالي لي وقتها 13 select with limit هو سماها كله كابتن مش مشكله يبقى انا ايه عندها رينيه فعاوز دلوقتي ارجع كل القيم اللي راجعه لي دي بس إيه بليميت معين فنشيل ده ونبقى احنا هنا ليميت وتقعد تقول القيمه اللي انت عاوزها 5 10 15 فقول له ليميت مثلا 5 وقتها تعالى كده ننفذ شايف رجع لك ده فيلم اتنين تلاتة أربعة خمسة رجع لك خمس أفلام بس يبقى أنا كل الفكرة عشان أليمت هاجي أقول له ليمت للقيمة كذا ويروح يعمل لهم ليمت عادي خالص طيب لو انا عاوز بس يعني مثلا انا راجع ل 10 افلام فلو انا عملت ليميت بيجيب لك اول خمسه بس لك لو انا عاوز من بعد كده مش من اول خمسه عاوز ليميت من اول الثالث فيجيب لي من الثالث للثامن وقتها أنا هستخدم الأوفسيت، يعني لو أنا عاوز ليمت من من بوزيشن معين، فوقتها أنا هستخدم الأوفسيت وأقول له أنا هستخدم من رقم كام؟ فاهمني؟ يعني مثلا أنا قلت أوفسيت اتنين، فوقتها عشان يجيب لي الخمسة دول، فيروح من رقم تلاتة لرقم كذا. فاهم الفكرة؟ طيب. طب تعالى كده. يبقى أنا دلوقتي عندي الليمت. دي ليمة خمسة بصلها أنا بقى الأوفسيت ومثلا اتنين فانت لو انت رحت تنفذ الأمر ده تاني شايف بدالك بيه بهاري بوتر اللي كان بادئ بيه هنا رقم ثلاثة لسه انت قلت له اصلا ابدالي من أوفسيت اتنين فساب أول واحد اللي هو ده وبعد كده ساب تاني واحد وبعد كده بدأ من التالت وجاب لك التالت ورابع جابهم لك خمسة برضه بس الفكرة في ايه؟ انه بدا من اول التاني فانت ممكن تصطاد الاوفسيت عشان تبدا تجيب من اللي انت عاوزه يبقى انت دلوقتي تقدر تلمت النتيجه وتقدر تليمتها من اي مكان انت عاوزه طيب كده بقى احنا خلصنا كل التعامل مع السلكت شفنا فيها حاجات كتيره جدا شفنا السلكت داتا عاديه سلكت columns آه نعمل اوردر نسلكت بكونديشن نتعامل مع الاوفست نتعامل مع حاجات كتيره جدا فضل بس ان احنا نتعامل ازاي نعمل ابديت للداتابيز اللي هي المعلومات اللي موجوده في الداتابيز ازاي اقدر اعمل عليها ابديت ازاي اقدر كمان اعمل دروب امسح من الداتابيز وبعد كده نبدا نعمل الحاجات بقى اللي هي التكات او الفنيات الخاصه بالداتابيز زي الصور وغيره وما الى ذلك اتمنى الفيديو ده يكون عاجب الناس لو عندك اي مشكله سيبها في الكومنتس وانا هرد عليك و تضغط سبسكرايب في القناه وبصوا بس على القناة هتلاقي كورسات كتير تساعدك كان معاكم محمود احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو اللي فات اتكلمنا عن السلكت وشفنا ازاي بقدر اعمل سلكت للداتا وعن طريق كونديشن كمان وشفنا ازاي ان انا بعرف استخدم الاوردر باي والاوفسيت سيت وشوية حاجات كده فيديو النهارده ان شاء الله رب العالمين هنتكلم فيه عن ابديت ازاي تعدل في الداتا بيس هنشوف ازاي ان انا اقدر اعدل في جدول موجود اضيف فيه عمود جديد او اعدل حاجه في عمود او اني اضيف اعدل على الموجودة موجودة جوة الداتا بيس طيب خلينا نبدأ كده بس خلينا الأول كده بس نكريت ده آخر حاجة وقفنا يوم رقم 13 فأنا هكريت ملف جديد وهسميه 14 وهسميه alter table to طيب بنقول اول حاجه خالص ان انا لو عاوز اعدل عمود موجود يعني انا دلوقتي لو عندي الداتا زي ما احنا عاملين عندي فيها عمودين النيم والبلات اللي هم دول دي الداتابيز بتاعته ودي تيبلز اهو في موفز ده التيبل بتاعه عند الكولومز اللي هو النيم والبلوت اللي هو الحبكه يعني طيب دلوقتي لو انا عاوز اعدل اي واحد فيهم عاوز اعدل الاستراكشر بتاعه بمعنى ان هو كل واحد فيهم فور كور آه مش عارف تقريبا ده آه 50 والتاني والتاني 100 تقريبا او حاجه زي كده او ايا كان اهو لو انت جيت تجيب مثلا الفيلد طيب هتلاقي ان النيم ده فور كور ل 100 والبلوت دي فور كور ل 500 واعطي لك المعلومات بتاعتهم وان هم بياخدوا يو اف 8 وكلام من ده طب دلوقتي لو انا عايز اعدل حاجه من دول يعني مثلا 500 دي عايز اخليها 1000 فوقتها استخدم الالتر الالتر ستيتمنت فاقول له مثلا التر تيبل روح عدل لي على التيبل ليس موفز اد كولوم روح عدل لي ضيف لي كولوم جديد كذا وتقول اسم الكولوم مثلا لانجوج وتحط نوعه وكل البروبرتس بتاعته او لو انت عاوز تعدل على واحد موجود فهتقول له تشينج النيم غير لي النيم وبعد كده تقول له ان النيم ده هيساوي كذا يبقى انت رحت عدلت على النيم لو انت عايز تعدل على مثلا بلوت فهتقول له تشينج بلوت وبعد كده تقول بلوت فور كور مش عارف كذا كذا تمام طيب تعال نشوف مثال حاجة انا هنا طبعا هشيل انا كل دول واشيل السلكت دي حلو كبر الخط شويه ايوه كده اكتب انا ايه جمله السلكت جمله الالتر تيب بتاعي هنا هقوم له تعال اول نضيف عمود جديد هقول له alter table روح اعمل alter للتيبل اللي اسمه movies تمام وبعد كده روح اعمل لي add تمام لكولوم جديد هتسمي الكولوم ده ايه هنسمي مثلا language اللغه بتاع الفيلم ده ايه وده عباره عن for كور ل 30 مثلا تمام وكمان تقوله مثلا هي كده كده باي ديفولت بنات نل ممكن انت تبص بقى اي بروبرتس انت عاوزها نات نل او او برايمري كي او اي حاجه لاي ايه لاي عمود انت بتكريته عادي طيب هاجي هنا هقوم قايل الكونكشن بتاع المايكون عشان انا بعدل دلوقتي على الداتابيز بيز اهو دوت كوميت بس كده تعالى نسيف وتعالى هنا عاوزين نفتح التيرمينال في المكان بتاع الكود فخلينا نفتح التيرمينال اهو في المكان حلو كده طيب لحظه واحده هو عمل اكتيفيت لفيرشن انفايرمنت تعالى نعملها دي اكتيفيت طيب عاوز بقى رن الكود ده فهم قايل بايثون وبعد كده الملف رقم 14 فبقول لك هو التر تيبل دوت واي وبعد كده انا كاتبين كلمه التر فيها مشكله ماشي دوت انتر فبقول لك مايس اس كونكشن اوبجكت هاز نو دي سي سمول طيب دبلكيت كولوم لانجوج دبلكيت ده يعني هو اول امر اللي احنا اللي هو جه جي, جي... فيه ايرور من شويه ده لو ده ده نفذ اصلا الامر طيب تعالى كده تعالى هنا كده نرفرش الداتا ونشوف ايه اللي حصل بقى في كولوم جديد اسمه لانجوج طيب تعالى كده نسلكت اول 1000 ونبص كده تلاقي طيب عندك بقى فيه فيلد جديد اسمه لانجوج اهون فور كور 30 زي ما انت حددت هنا في الكود ان هو فور كور 30 فيبقى احنا كده عرفنا نضيف عمود جديد في الداتابيز طبعا انت بقى عاوز تغير في الاستراكشر تضيف اعمده كمان تعمل اللي انت عاوزه عادي طيب لو انا بقى اي عمود من دول يعني مثلا اللانجوج ده عاوز عاوز اغير قيمته فوقتها تعالى نكتب الامر ده كمان هنا بعد ده على طول بحسب الاثنين يكونوا في ملف واحد لحظه واحده هنسخ ده هنا ثاني واكتبه هنا عاوز بعمل ايه دلوقتي انا عرفت ازاي اقدر اضيف كولوم جديد عاوز بقى اعدل على كولوم موجود فاقول له مثلا بدل ما اقول له اد هقوم اقول له تشينج تمام هتشينج الكولوم ايه هقول له هتشينج الكولوم بتاع اللانجوج غيره لي طيب هتغيره بص بقى هتغيره هتعمل فيه في تعال نغير الفور كور دي نخليها كوم ازيد فاقوم اقول له نو لانجوج هتبقى فور كور اوف مثلا 50 يبقى روح التر للتيبل اللي اسمه موفيز غير لي العمود اللي اسمه لانجوج خليه لانجوج اوف فار كار 50 طيب نيجي بقى هنا ونعمل استنى انا اسف نيجي تحت هنا ونعمل كلير وبعد كده ننفذ الامر تاني يلا انتر اتنفذ اهو طيب دلوقتي لو انت لاحظت هنا هو فار كار كام ديسبلاي سايز 30 لو انا رحت عملت تاني والفيلد طيب شايف بقى فار كار 50 يبقى انا دلوقتي عرفت ازاي بقدر ان انا اعدل على كلهم موجود في الداتابيز عن طريق ان انا اعمل له التر وبعد كده تشينج اعطي امر تشينج وبعد كده بعدل فيه زي ما انا عاوز وبضيف كل البرامترز اللي انا محتاجها زي النوت نال ومش عارف كتبه انكريمنت وكل الحاجات اللي موجوده في الداتابيس او ان انا اضيف عمود جديد انا يعني اغير على الاستراكشر بتاع التيبل نفسه اللي عندي زي التيبل بتاع الموفز اضيف له اعمده جديده في الداتابيس تبقى موجوده معايا طيب خليك فاكر دايما ان من الاوامر يفضل يعني مع ان هي هنا اشتغلت على طول بس يفضل ان انت تضيف كومنت في الاخر عشان خاطر التغييرات دي تتم على الداتا بيز تمام لانك ممكن تنسى تكتب الكومنت وبعد كده ما تلاقيهاش موجوده فخليك دايما الحاجات اللي تعدل على الداتا بيز اكتب لها كوميت بس يبقى انت دايما في الامان وكده ازاي طيب. بقى اعمل ابديت لتيبل؟ ابديت بقى اللي هو ايه؟ انا عندي قيمه موجوده في الداتا بيز وعاوز اعدل القيمه اللي موجوده. لكن انا من شويه كنت عاوز اعدل في الاستراكشر اللي هو البنيه بتاع الجدول نفسه. لكن دي انا عاوز اعدل القيمة فهستخدم الابديت ستيتمنت والموضوع بسيط هقول له مثلا ابديت الجدول اللي لسه موفيز حط مثلا وبقول له مثلا الحاجه اللي انا النيم بكذا او البلوت بكذا تمام هوير لما يكون عند الاسم النيم بيساوي كذا لازم انت الشرط عشان يعرف هو يروح فين بالظبط يعدل يعني مثلا عندي 30 فيلم فلازم احدد له نون الفيلم اللي انا هعدل عليه فاقول له مثلا عدل للفيلم اللي هو انتاج 2020 او عدل للفيلم اللي اسمه كذا وهكذا طيب تعالى كده نجربها هنسخ الكود ده كاريت هنا ملف جديد اهو no. واسميه 15. ابديت تيبل طيب همسح دي واجي اشيل الكومنت من على دي واشيل دول بس محتاج اعمل ايه بقى محتاج اكتب جملة الابديت بتاعتي فاقول له هنا ابديت لحظه خلينا نكتبها كابيتال ابديت وبعد كده بحط اسم الجدول بتاعي وبعدين اكتب ست فيبقى هنا ابديت موفيز ست هتحط ايه بقى؟ عايزين نحط مثلا نغير البلوت بتاع اي واحد فيهم البلوت بتساوي مثلا مثلا يوزنج ذا ابديت ستيتمنت حلو طيب هو دلوقتي لو راح عدل كده من غير ما انا حطيت له شرط هيروح يعدل كل الافلام اللي في الداتا بيز ويروح يعمل لهم كلهم البلاد بتاعتهم بالكلمه دي لكن انا مش عاوز كده انا عاوز اغير دي لفيلم معين بعينه فهم قايل هنا وير وبعد كده وير ايه بقى؟ ان النيم بتاعه بيساوي حاجه اعطوا اسم فبناء على الاسم ده يروح يعدل صح ولا ايه؟ بصوا خلونا الاول دي سنجل كوت وفي في الاخر خالص الدبل طيب هاجي هنا وير عاوز اقول له اسم حاجه معينه طب تعالى نروح هنا كده نجيب اي فيلم موجود ريزلت مثلا الاسم ده وير ان النيم بيساوي مثلا كلمه فايكنز اللي انا كاتبها غلط دي فايكنز مثلا فالمفروض دلوقتي الفيلم ده اللي هو اسمه فايكنز ده والـ 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 والبلاد بتاعته اللي هي اولد هيروز لا هتتغير هتبقى المفروض يوزنج the ابديت ستيتمنت طيب تعالى كده نرن الكود اعمل كلير أرفع لك فوق شويه ايوه وبعد كده اعمل بايثون ادي 15 دوت بي واي واضغط انتر فعمل كوميت طيب لو انا رحت هنا للداتا بيز وعملت سلكت تاني المفروض دلوقتي جمله الابديت تظهر طبعا لو انت لاحظت فايكنز لسه زي ما هي اولد هيرز بس ده عشان فايكنز 2 لكن فايكنز 1 اللي هي العاديه شايف ايه؟ بقت اب يوزنج ذا ابديت ستيتمنت اتعدلت اتعدلت زي ما احنا عاوزين ايه تغيير تم طيب انا لو عايز اعدل قيمه معينه في تيبل ابديت موفيز سيت بلوت بتساوي كذا لما يكون عندي شرط معين فلازم تعرفه الشرط وقتها يروح يعدل لك دي بناء على الشرط ده طيب دلوقتي لو تلاحظ حاجه بيقول لك ان احنا لو شيلنا لو احنا شيلنا شلنا الوير ستيتمنت كل الريكوردز اللي في الداتا بيس لها ابديت طب ما تيجي كده نشيل الوير دلوقتي لو انا شلت الوير ستيتمنت دي تعال نكرر الجمله لو انا شلت الويت ستيتمنت دي كل اللي في الداتابيز هيتغير طب نجرب تعالى نجرب ننفذ الملف تاني استنى اهو محتاجين بس دي كده قفلت بس الكورس طيب ننفذ تاني نفس تعالى كده نسلكت كل اللي في الداتابيز شايف كلهم يوزنج update ستيتمنت كلهم اتعدلوا فيبقى لو انا ما عططتلوش شرط هيروح يعدل كل اللي في الداتابيز تمام فخليك فاكر دايما وانت بتعمل ابديت لازم انت الشرط اللي هو بناء عليه هيروح يابديت الحاجه دي ولازم الشرط يكون محدد تحاول توصل لاقل ريزلت تعرف توصل عليه بحساب ان هو يوصلك للي انت عاوزه بالظبط يعني مو ممكن اصلا بعد الوير دي تعطى اكتر من شرط تقول مثلا ان الوير النيم بتساوي فايكنز ومثلا اللانجوج كده اللانجوج بتساوي وتعطوله له اللانجوج مثلا انجلش فوقتها يدور بالشرطين ولما الشرطين يتحققوا يروح ينفذ الحاجه دي دلوقتي بقى لو انا عاوز قيمه الفيلم دي اللي هي الاسم اللي هو الفيلم هيروح يابديت عليه القيمه الجديده والقيمه القديمه ناخدهم من متغيرات من اليوزر زي ما احنا دايما متعودين عشان لو انا بضيف بيس دي مع حاجه زي الديسكتوب بسيطه خالص هاجي انا هنا اهي تعالى نعمل ملف جديد ونعمل 16 ونبقى لين ابديت وذ يوزر inputs dot واي طبعا كل الاكواد دي هتلاقيها موجوده على الجيت هاب هحطها لك بس انت تعرف ترجع لها في اي وقت طيب هي جمله الابديت اهي تعال انا عندي الجمله دي عايز بقى ابص الداتا فاقول لك والله احنا هناخد ده كده ناخده قط ونكتب دي اس كيو اللي بتساوي مكان نكتب الداتا بتساوي وبعد كده نروح ننفذ الكويري بتاعنا للايه للاس كيو ال والداتا زي ما احنا متعودين طب تمام كويس هاجي انا هنا اعمل ايه زي ما احنا متعودين خالص اشيل انا الجمله دي اللي هي يوزنج ذا ديت ستيتمنت واحط انا ايه علامه في الميه اس تمام وأرجع على الفايكنز اشيلها واحط علامه في الميه اس برده فيبقى كده ال 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 الامر ده واخد مني دلوقتي كلمتين اللي هي البلوت والنيم عاوز بقى بصيهم انا هنا اقوم فاتح واقوم قله عدل اللي حط لي البلوت بتساوي ايه؟ نقول يوزنج يوزر انبوتس طيب لما يكون النيم اللي هو الاسم بقى بتاع بتاع الفيلم ايه او بتاع المسلسل اللي هو فايكنز نبصيها هنا فوقتها يروح للي اسمه فايكنز ويعدل بتاعه القيم دي طبعا لو انت بتتعامل مع الديسكتوب الكونتين دول انت بتكون جايبهم انت من اليو اي طيب تعالى كده ننفذ 16 واي انتر جيب الاوبجكت از نوت كولبل في مشكله هنا ايوه ايوه معلش الداتا دي منغره كويس مش عارف هو عامله بقص ليه طيب نرن تاني في مشكله عند الوير We will look syntax we are using the using user inputs. We are in name so Vikings at line one. Type. update movies set plot. We are in name. Be? نعمل كلير نفذت عادي اهي المشكله كانت في السنجل كود طب تعالى بقى كده تعالى نسلكت كده اول الف هتلاقي شف اللي اسمها فايكنز الابديت بتاعها بقى ايه يوزنج يوزر انبوتس اتعدلت بس فدي اتعدلت بناء على الشرط ده اللي هو الاسم بيساوي فايكنز تمام كده تمام طيب يبقى احنا دلوقتي شفنا النهارده ازاي بعمل التر ازاي بعدل في الستراكشر بتاع تيبل وازاي اللي هو اضيف عمود جديد او اعدل في, في بتاع عمود موجود او الاتريبيوتس وازاي كمان اعدل لون القيم في تيبل بناء على شرط وازاي اخد يوزر القيم دي من اليوزر انبوتس واتعامل معاها الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم فيه عن الديليت داتابيز ازاي تديليت تيبل وازاي تديليت الداتابيز نفسها وشويه تفاصيل ثانيه اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي كان معاكم محمود احمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فده النهارده ان شاء الله رب العالمين هنتكلم فيه عن الديليت ازاي اقدر اديليت داتا او اديليت داتا موجوده جوه داتا طيب خلينا كده نبدا اول حاجه خالص لو انا عاوز اديليت ريكورد صف معين في الداتا عاوزة عاوز اديليته هديليته عادي بس الفكره يكون ان انا هستخدم شرط اللي هو وير ان الاسم بتساوي كذا او ايا كان العمود اللي عندي اللي انا استخدمه فبيكون عنده شرط بناء على الشرط ده انا هحذف الريكورد ده واخليك فاكر دايما زي ما احنا شفنا في الفيديو اللي فات بتاع الابديت ان لو انا ما ضفت الشرط هيروح يديليت كل حاجه موجوده جوه التيبل ده يعني التيبل هيبقى فاضي مش هيبقى فيه ولا صف خليك فاكر من المعلومه دي طيب تعالى كده نجرب الديليت دي هكرد فايل جديد هسميه 17 وهسميه ديليت داتا دوت واي اه محتاج اعمل ايه دلوقتي؟ انا لحظة هشيل دول واجي نكتب الجمله بتاعتي بتاعه ديليت فباختصار بسيط هقول له ديليت تمام وبعد كده فروم واقول له اسم الجدول وبعد كده اقول له وير واقوم راح حاطط الشرط بتاعي فضليت من الجدول اللي اسمه موفز وير لما يكون عندي ولازم انا بعطيله الشرط فاقول له مثلا النيم بيساوي واعطيه اسم الفيلم فخلينا مثلا نجيب من هنا فيلم اللي هو الفايكنز ده مثلا فتاي يروح لكل الريكوردز اللي في الداتابيز ويشوف اللي الاسم بتاعه سون فايكنز ويروح يعمل له ديليت طيب ما تيجي كده نجرب دلوقتي اعمل بايثون اهو وبعد كده 17 انتر خلص كده طب تعالى بن طبعا الفايكنز موجود هنا لو انا دلوقتي جبت اول 1000 ما عادش فيه فايكنز بقى فيه فايكنز 2 لكن ما عادش فيه فايكنز ليه؟ لان انا خلاص مسحته فدلوقتي لو انا عاوز امسح ريكورد من الداتا كل الفكره ان انا بعت له الشرط اللي يميز بيه الريكورد ده وبعد كده هو بيمسحه عادي طيب لو انا بقى عاوز اخد الاسم الفيلم ده من اليوزر زي ما احنا دايما اتعودنا اقول لك بسيطه خالص تعالى هنا تعالى نعمل اول كومنت على ده وزي ما احنا متعودين انا بس دايما بستخدمها لك مع ان هي بسيطه عشان خاطر بس انت هتحتاجها كتير واخد انا الجمله اللي هتتنفس دي هنا اهي واشيل انا الفايكنز دي واحط علامه في المي اس واجي هنا ابصيله الداتا واقول له مثلا ان اسم الفيلم ونجيب اي واحد تاني من دول فنقول مثلا فايكنز 2 مثلا فايكنز 2 طيب لو انت فاكر مش عارف انت فاكر الحته دي ولا لا قلنا قبل كده ان ان ده مش مش سترينج داتا يوبل فلازم انت لو اعطولكم واحده تعطيله الفاصلة عشان يعاملوا معاملة التيوبل وبعد كده تجب تصير بسيطهم ايل ماي كيرشر دوت اكسكيوت هنا الاس كيول والداتا بس خالص كده فوتي يروح يمسحه طب ننفذ الامر تاني انتر مسح طب تعالى نشوفه اتمسح ما عادش فيه فايكنز خالص يبقى احنا مسحناه يبقى الفكره فين ان انا لو عاوز الكومه تاجم اليوزر بفرق السيكوال لوحده والداتا اللي انا بصير واحد وبعد كده ببصهم الاثنين للاكسكيوت بتنفذه وزي ما قلت ان الكومه دي مش سترينج ده تيوبل فعشان خاطر لو انت بتضيف كومه واحده زي ما احنا مستخدمين دلوقتي تضيف ضيف كومه في الاخر لكن لو انت لو هم طبعا كومتين فأنت مش هتحتاج تضيف كومه هيبقوا كده عادي تمام طيب وخليك فاكر دايما تستخدم الكومنت في اخر الكود زي ما قلت بحساب ان المعلومات دايما تتحفظ في الداتابيس طيب دلوقتي بقى انا عاوز ادليت تيبل لان مثلا احنا عندنا التيبل لوس موفيز عاوز ادليته خالص فانا عندي طريقتين ان انا اقول دروب تيبل طب التيبل ده لو مش موجود يعني انا كتبت اسمه غلط وقتها يطلع لك ايرور طب لو انا عايز اكتبه لو مش موجود ما يعملش حاجه فبتقول له دروب تيبل اف اكزيست فلو الجدول ده موجود هيمسحه هوش موجود مش هيمسحه طب تعالى نجربها تعالى دي ونعمل كمان ملف نسميه 18 ونعمل دروب تيبل دوت بي وي. ونحط الكود بص كده هنشيل احنا بقى دول هكتب ال الكويري بتاعنا اهو هم قايل اهو دروب تيبل وبعد كده المفروض اقول له اسم التيبل طب لو لو انا عايز اتاكد الاول اف اكزيست بس فيبقى انا عندي طريقتين يا اما استخدم دروب تيبل اسم التيبل يا اما استخدم دروب تيبل اف اكزيست وبعد كده اسم التيبل طب ايه الفرق؟ لو انت هنا يعني حطيت هنا مثلا موفيز ووقتها وقتها هو جه ينفذ الجمله دي وما لقاش الجدول اللي اسمه موفيز هيطلع لك ايرور، طب تعال نجرب اهو موفيز 2 مثلا نجرب كده تقول له بايثون مثلا انا ما فيش عندي جدول بالاسم ده انتر يعمل لك ايرور بيقول لك unknown table تيبل ما يعرفش جدول في الداتا بتاعتك اسمه موفيز 2 لانه مش موجود لكن لو انت رحت نفذت بقى ده بنفس البرامتر اللي هو موفيز 2 وجيت انت هنا تعالى نعمل كلير للسكرين وننفذ تقريبا هي اكزيست فخلينا نجرب شاف اتنفذ وما عملش حاجه مع ان اصلا ما فيش جدول اسمه موفيز 2 بس الفكره في ايه؟ هو بيشوف لو لقاه موجود بيمسحه ما لقاهوش ما بيطلعش ايرور ولا حاجه ده الاختلاف ما بينهم طيب لو انا بقى ادليت اي داتا موجوده في دول هقول لك تعالى بقى ان احنا نكاد الداتا بيز اي حاجه او تعالى نمسح بتاعتنا عادي كده كده احنا مش هنستخدم خلاص الكورس يعتبر خلص اصلا طار. فاجي فهاجي عاوز ديليت الداتا بيز اللي هي اسمها موفيز فيا اما اقول له دروب تيبل اف اكزيست للموفيز او دروب table للموفيز هيروح يمسحه الاثنين هيأدوا نفس الغرض فلو انا رحت نفذت دي كده كده مسح الداتا لو انا جيت بقى هنا خالص عملت ريفرش فشايف الموفيز الماي الدا... داتا بيز ما عادش جواها تيبلز وده لانك ببساطه مسحت التيبل اللي كان اسمه موفيز اللي احنا كنا شغالين عليه اللي هو ده كده خلاص مسحناه تمام طيب نرجع تاني يبقى انا لو عاوز امسح تيبل من الداتا بيز بشوف لو التيبل ده انا واثق ان هو موجود هعمل دروب تيبل عادي لكن لو انا مش متاكد بعمل دروب تيبل اف اكزيست لو لقاها يمسح ما لقاهاش خلاص طيب بكده الحمد لله رب العالمين يبقى احنا خلصنا ازاي اتعامل مع الماي اس كيو داتا بيز بايثون بدانا من الصفر شفنا التسطيب بكل المراحل بتاعته شفنا المشاكل اللي ممكن تواجهك آه بعد كده اتنقلنا لل... ازاي آه اعمل كونكت على الداتا بكل الطرق وازاي تشيك ان موجوده ولا لا وازاي اعمل انسيرت وابديت وديليت واعمل سيلكت وابلاي اوردر واوفست وحاجات كتيره جدا وشفنا ازاي نعمل نعمل دروب لتيبل والداتا ونعمل التر وابديت وحاجات كتيره جدا طب هل في حاجات في الداتابيز لسه اه لسه في حاجات بس احنا دلوقتي خدنا ده كده ياهلك انك تتعامل في مع الداتابيز بسهوله طب لسه في بعض الحاجات البسيطه ودي هنبدا تتشرح في مواضيع منفصله فيها هتتحط في قائمه التشغيل بس هيبقى لها مواضيع منفصله زي التعامل مع الصور وبعض الحاجات الثانيه اللي هو الديت تايم طيب التواريخ وشويه حاجات بس ايه كده اللي انت موجود حاليا ياهلك انك تشتغل زي الفل الباقي احنا كده كده في قريب ان شاء الله نرفع احنا الحاجات الباقيه دي بس انت كده كده مش محتاجها دلوقتي طيب لو انت عندك اي استفسار سيبه في الكومنتات انا دايما برد على الكومنتات اه او انشر على الجروب ومنشن لي دايما معاك ما تنساش تضغط سبسكرايب في القناه عشان يوصلك كل جديد كده كده البلاي ليست دي خلصت ولكن في كورس جديد هترفع تاني بكره احنا يوميا بنرفع فيديو الحمد لله رب العالمين الفتره دي وما تنساش تضغط لايك للفيديو ولو البلاي ليست عجبتك او فايده ما تنساش تشيرها مع الناس على السوشيال ميديا الكروبات الخاصه ببايثون او لو حد محتاج يتعامل مع بايثون داتابيز شير للفيديو تمام لو في اي مشكله في الكورس او انت لاحظت حاجه معينه او تعطي تكتبه في الكومنتس يا اما تكلمني على الفيسبوك او على الجيميل بتاعي تبعت له كل التفاصيل وهتلاقيني دايما معاك اشوفكم ان شاء الله على خير ما تنساش تشترك في القناه وتضغط لايك للفيديو كان معاكم محمود احمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته